فيديو كده عشان اول مره، عشان برضو تبقوا عارفين شكل الانستراكتور بتاعكم، يعني ما تبقاش عمياني كده على طول. فاحب الاول اعرفكم بنفسي. معلش يا دكتور، انا هو الصوت عندي قطع ولا صوت قطع ولا ايه؟ سوري، ايه اللي بيقطع بالظبط؟ مش لاقي بقطع. طيب بقيه الناس انت شايفيني وسامعيني كويس صح؟ اه تمام يا تمام دكتور. اه تمام تمام طيب هي اكيد اكيد مشكله انترنت من عندك انت. طيب لما يعني لما اقفل الفيديو نبدا في السكرين شيرنج، هتلاقي الريزولوشن بقى كويس على طول. اوكي انا بس يعني فتح الكاميرا بس يعني نتعرف كده على بعض. طيب انا اسمي مصطفى حامد، معيد فيزيكس في كليه الهندسه جامعه عين شمس، وخريج قسم الكترونكس وكوميونيكيشنز من عين شمس برضو. وجنب شغلي كتي اي كفيزيكس تي اي في عين شمس، فانا بشتغل كمان في مجال الالكترونكس في احدى الشركات هنا في مصر يعني. وباذن الله انا اللي هكون مكمل معاكم لاخر السمستر ده في كورس الفايبريشن اند ويفز. طيب في حد عنده اي سؤال كده في اي حاجه قبل ما نبدا؟ في حد هنا معانا كان معايا السنه اللي فاتت او بياخد الماده المره التانيه يعني؟ ايوه يا باشمهندس. مين؟ ايوه يا باشمهندس، محمد احمد. محمد احمد. لا، عبد الرحمن محمد سليمان. ايه؟ عبد الرحمن محمد سليمان. طيب يعني هو اكيد لو شفت الوشوش هبقى عارفكم. اوكي بس يعني باذن الله السمستر ده تجيبوا جريد كويس في الفايبريشنز يعني. يا رب. طيب نبدا بقى التوتوريال. حد عنده اي سؤال؟ اوكي طيب اول حاجه هنشتغلها باذن الله، انا عملت لكم ابلود على البي دي افز دي او بعتها لكم تقريبا. فاول حاجه هنشتغلها النهارده باذن الله هو السيركلر موشن اللي هي الحركه الدائريه، وبعد كده هندخل في توبيك تاني اللي هو الورك اند انرجي اللي هو الشغل والطاقه. باذن الله هتلاقيني بشرح لك مينلي بالانجلش والعربي، يعني انا عارف ان في ناس ممكن تبقى لسه ما اتعودتش على المصطلحات اللي بالانجلش والرموز اللي بالانجلش والكلام ده، فهتلاقيني بشرح لك انجلش وعربي. بس انا طالب منك لو في اي حاجه انا نسيت ان انا اوضحها لك او ان انا اترجمها، بعد اذنك وقفني وقول لي انا مش فاهم ايه الحته دي. اوكي انا على قد ما اقدر احاول ان انا اشرح لكم انجلش وعربي. طيب اول حاجه عندنا ريفيجن سريع كده عن شوية حاجات انتم المفروض عارفينها. المومنتم يا جماعة، حد كده يفكرني المومنتم اللي هي كمية الحركة، الايكويجن بتاعها بنسميها احيانا بي او بنسميها اتش. اوكي بتتحسب ازاي؟ هي الماس في ايكويجن الماس في الفيلوسيتي بالظبط، الكتلة في السرعة او في الفيلوسيتي از فيكتور في متجه السرعة، هي دي المومنتم بنسميها بي او بنسميها اتش. طيب كويس قوي. اللي بعديه نيوتن سكند لو، F equal كام؟ M A M A M A derivative ال M في ال V بالظبط. نيوتن مات قبل ما يقول M A دي على فكرة، مفيش حاجة اسمها M A خالص. translation of the momentum هي rate of change of momentum. أوكي معدل تغير المومنتم بالنسبة للتايم dp by dt. طيب لو احنا قلنا ان المومنتم دي احنا لسه حالا قايلين ان هي مين في مين M V، طيب في حالة بس ان الـ M is constant. اوكي لو الـ M او الكتلة constant ساعتها بنقدر نطلعها برة الديريفاتيف، بنقدر نطلعها هنا برة التفاضل. اوكي فيبقى الفورس ايكوال كام؟ احنا طلعنا الـ M برة خلاص، هتبقى الـ M في الـ dV by dt. مين هو الـ dV by dt او تفاضل الـ V بالنسبة للـ t؟ بنسميه acceleration. اوكي هو ده نيوتن سكند لو. طيب نيوتن سكند لو انا بنطقه ازاي او بشرحه ازاي؟ انا بقول لك دايما ان الفورس والاكسلريشن وجهين لعمله واحده. بمعنى ايه؟ اي اوبجكت زي ده كده منين ما ياثر عليه فورس يحصل له ايه على طول؟ بمجرد ما بياثر عليه فورس بيبتدي يحصل له ايه؟ بيبتدي ان هو يكتسب حركه او يجين اكسلريشن. اكسلريشن ليه؟ العجله. فعشان كده دايما بقول الفورس والاكسلريشن وجهين لعمله واحده او الاثنين نفس المعنى. لما اقول لك في فورس تفهم ان في اكسلريشن على طول.
طيب دي كده كانت انترودكشن سريعة. تعال بقى نخش في اول توبيك عليكم اللي هو سيركلر موشن. سيركلر موشن يا جماعة ايه الحركة؟ حد في دوشة عنده تقفل المايك بليز. اول حاجة خالص هنتكلم فيها حاجة اسمها سيركلر موشن او الحركة الدائرية. طيب علشان ابسط لك قوي الاوميجا والالفا والثيتا والحاجات اللي انتوا خدتوها في الليكتشر، فهقول لك الموضوع بكل بساطه. السيركلر موشن بنشرحها بلغتين، تمام؟ زي بالظبط كده ان انا اشرح لك حاجه بالانجليش والعربي، هما لغتين بس الاثنين فيهم نفس المعنى بالظبط او فيهم نفس المضمون. لو انا عندي في سيركل اوبجكت كان هنا كده، ده الستارتنج بوزيشن بتاعه عند النقطه رقم واحد، اتحرك وراح عند النقطة رقم 2. أنا عايزك تشرح لي كل حاجة تخص الأوبجكت اللي بيتحرك من 1 ل 2 ده. فبنشرح أول حاجة بلغة اسمها linear parameters، المعايير الخطية. linear parameters أو المعايير الخطية. إيه بقى هي المعايير الخطية أو linear parameters دي؟ إزاي توصف لي حركة أوبجكت؟ حد عارف إيه هي parameters اللي توضح لي الصورة كاملة بتاعت حركة أوبجكت أو جسم معين؟ الفيلوستي والسرعه والعجله والاكسلريشن والديسبليسمنت بالظبط. لينير بارامترز دي اول حاجه محتاج تقول لي الاوبجكت بتاعي اتحرك مسافه قد ايه بالظبط. اوكي محتاج تقول لي ان هو اتحرك من هنا لهنا، شايف اهو اتحرك مسافه من هنا لهنا قد ايه بالظبط. طب بنسميها ايه بقى المسافه دي؟ بنسميها لينير ديسبليسمنت او اس. بنسميها لينير ديسبليسمنت. اوكي اللي هي الإزاحة الخطية linear displacement. طيب انت لما تقول لي ان هو اتحرك مسافة S من 1 ل 2، انا كده عرفت هو كان فين وبقى فين فعلا. طب عايزك توضح لي هو اتحرك من 1 ل 2 دي، المسافة دي اتحركها في تايم قد ايه؟ يعني اتحركها في 1 second ولا 2 seconds؟ فدي بنسميها ايه بقى؟ velocity او سرعة. اوكي بنسميها linear speed، ولو حطينا لها طبعا vector هنا كده بنسميها linear velocity، تبقى متجه. يعني في حاجة تالتة؟ في حاجة تالتة اللي هي مين يا شباب؟ اللي هي الاكسلريشن، صح كده؟ أنا عايز أعرف هو بيتحرك من 1 ل 2 بسرعة ثابتة ولا ابتدى بسرعة قليلة وعمال يزود السرعة بتاعته، ولا العكس ابتدى بحماس كده عالي وبسرعة عالية وابتدى بعد كده يبطأ. ففي حاجة اسمها اكسلريشن، لينير اكسلريشن. لغاية هنا في حد عنده مشكلة يا جماعة؟ لا هو فعلا في مشكلة. ايه بقى المشكلة؟ احنا المفروض بنوصف الحركة من 1 ل 2 بالاس والفي والاي، ده بنسميه اس في اي موديل. اوكي يعني ان انا ادي لك الاس والفي والاي. يعني المشكلة في حاجة، الغي كده السيركل دي كده. لو انت في مسألة انا اديت لك اس واديت لك في واديت لك اي، بذمتك انت كده عارف ان دي مسألة سيركل ولا دي مساله من بتوع زمان اوبجكت بيتحرك في ستريت لاين او خط مستقيم؟ لا مفيش اي حاجه تدل بالظبط، مفيش اي حاجه تدل ان هي حركه لازم انجلر. لا مش انجلر فيروس. لا 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 لا, لا, لا استنى عليا. لا خالص، لازم بيحصل حاجه بقى. لازم الاكسلريشن ده بنقسمه حاجتين او بدي لك حاجتين، بدي لك حاجه اسمها اي تي وحاجه اسمها اي سي. لما حضرتك كراجل مهندس تلاقي مساله فيها اس وفي وفيها تو كومبوننتس او مركبتين اكسلريشن، تفهم على طول ان دي حركه ايه؟ دي حركه سيركلر موشن. مين هم الاي تي والاي سي؟ تعالى اوضح لك. تقدر تقول لي عند اي بوزيشن نقطه زي دي كده مثلا، الفيلوسيتي هنا في اني دايركشن؟ الفيلوسيتي هتكون دايما تانجنشال. تانجنشال او ممسيه، يعني ده السنتر اهو كده. اوكي بنروح رسمين هنا الفيلوسيتي بالشكل ده، دايما تانجنشال او في اتجاه المماس. طيب امتى تقدر تقول ان الاوبجكت بتاعي بيلف حوالين السيركل بسرعه ثابته او بيزيد سرعته او بتقل سرعته؟ مين اللي بيتحكم بكده؟ حاجه اسمها التانجنشال اكسلريشن. اكسلريشن بس في اتجاه مين؟ في اتجاه التانجنت او المماس. تخيل عندي ان احنا في تانجنشال اكسلريشن بالشكل ده، يحصل ايه للفيلوسيتي يا شباب؟ تزيد ولا تقل؟ تزيد. ما الاكسلريشن دي افتكر هي فورس، يعني الاوبجكت بتاعنا طول ما هو ماشي في الدايركشن ده في حاجه بتزقه، في حاجه بتحاول تزود له السبيد بتاعته، فيبقى التانجنشال اكسلريشن لو في نفس اتجاه الفي تزود الفي على طول. طب العكس لو عندنا تانجنشال اكسلريشن بالنيجاتيف، بمعنى تاني
عكس الفيلوسيتي. تفهمي على طول لما تلاقي ايه تانجنشال بالشكل ده تفهم ان السبيد بتاعتنا هتبقى بتقل. طب لو مفيش اصلا اي تي، لو الاي تي بزيرو، معنى كده ايه يا جماعه؟ ان الاوبجكت بتاعنا بيتحرك حوالين السيركل بسرعه ثابته، في ثابته، اصل الفي ما لقيتش اللي يزودها وينقصها، ما لقيتش الاي تي. فيبقى بكل بساطه الاي تي ده اسمه تانجنشال اكسلريشن، ده هو ده اللي مسؤول عن زياده ونقصان السرعه، ده في نفس اتجاه الفي بالظبط. ادي كده اول حاجه نقدر نقولها. في حاجه تانية بقى اسمها اي سي، ايه هي السنتريبتال اكسلريشن؟ ما هو لغايه دلوقتي من غير ما ادي لك حاجه اسمها اي سي انت مش فاهم ان الحركه سيركلر. لما ادي لك اس وفي وكومبوننت واحد بس للاكسلريشن مسؤول عن زياده ونقصان السرعه، كل ده انت مش فاهم ان هي سيركلر موشن. امتى تفهم انها سيركلر موشن؟ بارامتر اسمه اي سي. البارامتر اي سي ده ملوش اي اهميه غير انه يفهمك ان هي حركه سيركلر بس. وكمان شويه هغير الجمله اللي انا قلتها لك دي. فين بقى الاي سي ده؟ في اني دايركشن؟ احنا قلنا الاي تي هنا في اتجاه التانجنت بيزود وينقص الفي. الاي سي بقى في اتجاه السي، سي ها واخدين بالكم، سي دي يعني سنتر، في اتجاه السنتر بالشكل ده، ده بنسميه سنتريبيتال اكسلريشن، بالعربي عجله مركزيه. طيب الاي سي ده بقى زي ما انت شايف هو ناحيه السنتر، ده ولا بيزود ولا بينقص السبيد خالص. فيبقى لغايه دلوقتي ده كل دوره بس يفهمك ان هي حركه سيركلر. طيب ده عامل شبه ايه بالظبط؟ حد كده يديني اكزامبل للاي سي مثلا. الخيط. خيط. حضرتك لو واقف هنا اهو تمام وماسك بايديك كده خيط وعمال بتحرك الخيط ده، ايه اللي هيحصل؟ الخيط ده في نهايته اوبجكت او حته حديد مثلا، هيبقى دايما هتلاقي ان الاوبجكت بتاعنا عمال يلف في سيركلر موشن طول ما انت ايه، طول ما انت ماسك الخيط. طب لما تسيب الخيط على طول يحصل ايه؟ السيركلر موشن تنهار، الاوبجكت بتاعك ده بيطير. فيبقى السنتريبتال اكسلريشن اللي هي ناحيه السنتر هي جايه منين اصلا؟ افتكر الجمله اللي قلت لك من شويه ان الاف ايكوال مين ام اي. فالسنتريبتال اكسلريشن دي جايه من حاجه اسمها سنتريبتال فورس، دايما في فورس بتشد ناحيه السنتر اللي هي في المثال بتاعنا الفورس بتاعت ايدك. ايدك دايما ماسكه الخيط، ايدك دايما بتشد الاوبجكت ناحيه السنتر، يبقى انت دايما رابط الاوبجكت بحاجه اسمها سنتريبتال اكسلريشن. اول ما ايدك تفك، اول ما الفورس دي ما تبقاش موجوده، السنتريبتال اكسلريشن ما بقاش موجود، ما بقاش اصلا في حاجه اسمها سيركلر موشن. يبقى هو ده اهميه حاجه اسمها سنتريبتال اكسلريشن، هي اساس السيركلر موشن. طب ايه بقى القانون بتاع السنتريبتال اكسلريشن ده؟ قانون السنتريبتال اكسلريشن حضرتك هو عباره عن في في اوميجا، ما تعرفش انت الاوميجا لسه هقولها لك، او اوميجا سكويرد على ار، او في سوري او اوميجا سكويرد مضروبه في ار، او في سكويرد على ار. من حقك تشتغل باي قانون من الثلاثه دول حسب المساله انهي الاسهل فيها. طيب لغايه هنا حد عنده مشكله في اللينير يا جماعه او عنده اسئله؟ بس هو من السؤال يا دكتور، بس في ناس كانت بتقول انها مش هتعرف تحضر عشان ما كانواش عاملين حسابهم وكده، فبيسالوا في اتندنس ولا لا؟ مفيش اتندنس خالص لاخر السنه. طب المحاضره هتتسجل او السكشن هيتسجل؟ التوتوريال بيتسجل مظبوط. طب دكتور ممكن اسال سؤال؟ هو مش احنا عارفين الاكسلريشن دي بتزود الفيلوسيتي؟ الاي تي حضرتك هي دي اللي بتزود الفيلوسيتي. طب ازاي الاي سي دي اكسلريشن بس ما بتزودش الفيلوسيتي؟ يعني انا مش فاهم الكونسبت اللي هو يبقى في اكسلريشن بس الفيلوسيتي ما بيزيدش على اساسها. طيب انت في حاجه، انت الاكسلريشن حضرتك هي الريت اوف تشينج اوف فيلوسيتي، ده اللي انت عايز تقوله، او معدل تغير الفيلوسيتي صح؟ اه تمام هو ده اللي انا. خد بالك ان هي ايه، فيكتور مش سكيلر. فالاكسلريشن هي بتغير الفيلوسيتي، عندك حق، بس مش لازم تغيرها كماجنتيود، هي ممكن تغيرها كدايركشن. تمام وده اللي بيحصل. هو الاي سي، الاي سي منين ما بتتحرك الاي سي اتجاهه دايما بيتغير صح، بس دايما ناحيه مين؟ السنتر، ناحيه السنتر. فنتيجه ان الاي سي دايما ناحيه السنتر اهو، فانت منين ما بتتحرك بيغير لك اتجاه الفيلوسيتي بالشكل يعني ده. يعني اقدر اقول اللي هو مسؤول عن دايركشن مش ماجنتيود. بالظبط، هو مسؤول بس ان هو يغير لك الفيلوسيتي كدايركشن، والاي تي مسؤول عن الماجنتيود، والاي تي مسؤول عنها كماجنتيود. تمام شكرا. طيب حلو قوي اللينير ده، خلصنا من اللغه دي، خلاص احنا اتقننا اللغه دي وبقينا فاهمينها كويس قوي. ندخل بقى في لغه جديده عليك تماما اسمها لغه اللينير. معلش يا باشمهندس عندي سؤال.
طب استنى، طب اخلص بس الانجلر، اكتب سؤالك كده في ورقه لغايه ما اخلص الانجلر. خلاص تمام ماشي. عندنا بقى حاجه اسمها انجلر بارامترز، معايير دائريه. اوكي، انجلر بارامترز لغه جديده بتوصف نفس اللي كانت اللينير بارامترز بتوصفه. طيب انا في اللينير بارامترز كنت بدي لك اربع حاجات، اس وفي واي تي واي سي. طب في الانجلر بقى تفتكر هديك كام بارامتر؟ اوميجا وسيتا نفس الثلاثه. ثلاثه، ليه ما فيش رابع؟ هقول لك ليه. فاكر الاي سي ده قلت لك ايه كل دوره في الحياه؟ الاي سي كل دوره يوصل لك ان في حاجه اسمها سيركلر موشن. لو انت بتقرا المساله من غيره، لو انت بتقرا المساله من غيره مش هتفهم ان دي مساله سيركل. من غيره اكني مدي لك اس وفي واي، اكنها حركه على لاين، اكنها حركه خطيه مش حركه سيركلر. فالاي سي ده دوره ان انت اول ما عينك تشوفه تفهم ان دي حركه سيركلر. طب الانجلر، اللغه الانجلر اصلا هي خاصه بالسيركلر موشن بس. فانا كفايه قوي ان انا ادي لك مين؟ كفايه قوي ان انا ادي لك حاجه اسمها ثيتا وحاجه اسمها اوميجا وحاجه اسمها الفا. فين هما الثيتا والاوميجا والالفا على الرسمه؟ تعالى اوريك. احنا هنا ده position 1 وده position 2، وشرحنا ان دي كده اسمها مين؟ دي اسمها linear displacement، اسمها S، وان الobject دايما عند اي نقطة بيتحرك بvelocity tangential للcircle بتاعتنا، وان في حاجة اسمها AT دايما في اتجاه التانجنت مسؤول عن زيادة السرعة، وفي حاجة اسمها AC دايما في اتجاه مين؟ السنتر. AC و AT. خلصنا. الانجلر بقى، ما انا ممكن بدل ما اقولك ان الاوبجكت اتحرك مسافة 5 meters فتفهم ان هو اتحرك من هنا لهنا، ممكن اديلك نفس المعلومة بالظبط بس اديلك في صيغة ايه بقى؟ اديلك في صيغة انجل. اقولك الاوبجكت بتاعنا مثلا اتحرك 30 degrees، فانت تفهم ان هو اتحرك من هنا لف 30 degrees راح هنا. يبقى نفس المعلومه ولا مش نفس المعلومه يا شباب؟ صح، نفسها. يبقى نفس معلومه بالظبط بس بلغه جديده، فبنسميها ايه بقى؟ بنسميها displacement. ازاحه ما فيش مشكله خالص، بس مش displacement وخلاص، بنسميها angular displacement. طب بدل ما اقول لك ان هو مثلا بيتحرك 1 متر بير سكند، سرعته متر في الثانيه، يعني في الثانيه الواحده بيتحرك من هنا مثلا لهنا كده، انا ممكن اديها لك برضو كايه؟ اقول لك بيلف انجل قد ايه في الثانيه الواحده، بيتحرك ال 30 ديجريز دي في تايم قد ايه. فالسرعه دي بنسميها هي فيلوسيتي في الاول وفي الاخر برضو، بس بنسميها برضو انجلر فيلوسيتي. وبنفس الطريقه بدل ما اقول لك ان هو سرعته بتزيد بيونت او بوحده متر بير سكند سكويرد، انا ممكن اديها لك بالزاويه، اقول لك ان هو الراديان بير سكند سكويرد، دي اسمها انجلر اكسلريشن، عجله دائريه. يبقى الانجلر واللينير لغتين غير بعض تماما بس بيوصفوا نفس الحاجه بالظبط، بيوصفوا السيركلر موشن. طيب الراجل اللي كان عنده سؤال من شويه، ايه سؤالك؟ اختفى. دكتور ممكن الزوايا تاني؟ الحتة اللي هي الانجلر؟ اه. حاضر، هقولها لك تاني دلوقتي. شكرا. تاني هقول نعمل ريفيجن. أول حاجة أنا ممكن أوصف لك الديسبيسمنت بلغة لينير بالشكل ده. أقول لك الأوبجكت بتاعنا اتحرك مسافة على السيركل 5 متر، أو اتحرك ديسبيسمنت 7 مترز. نفس المعلومة أديها لك كثيتا. اقول لك الاوبجكت اتحرك على السيركل انجل 30 ديجريز، زاويه 30، تفهم ان هو لو كان هنا مثلا اتحرك زاويه 30 راح هنا. فهي نفس معلومه الديسبيسمنت بديها لك، بس بديها لك كثيتا كزاويه. طيب بقول لك ان هو بيقطع 5 مترز في الثانيه الواحده مثلا، يعني بيتحرك بسرعه كذا. طبعا في من غير سهم بنسميها سبيد، بسهم بنسميها لينير فيلوسيتي. نفس المعلومه اديها لك كانجل بقى، اقول لك بيقطع انجل قد ايه؟ الريديان ده زاويه، يعني يونت للانجل، زيه زي الديجري بالظبط. فممكن اقول لك بيقطع انجل قد ايه في الثانيه الواحده؟ ال 13 ديجريز اللي اتحركهم
من هنا لهنا دول اللي كان بيسألني ال 30 degrees اللي اتحركهم من هنا لهنا دول اتحركهم في تايم قد ايه؟ ما كل ما خدهم في تايم اقل كل ما كان اسرع. فيبقى انا بدي لك برضو معلومة سرعة بس بديها لك بلغة ايه؟ بلغة الانجل او الزوايا، حاجة اسمها angular speed او اسمها اوميجا. وكذلك الاكسلريشن بدي لك حاجتين AC اللي هي centripetal acceleration بنحسبها بالثلاث قوانين دول في اوميجا واوميجا سكويرد ار او في سكويرد على ار، كل دول هتعرفك ان في حركه سيركلر. وبدي لك حاجه اسمها اي تي في نفس اتجاه المماس، دي بتزود وبتنقص السرعه. ممكن نفس الاكسلريشن ده اديهولك بلغه الانجلز برضو، وتبقى اليونت بتاعته ايه بقى؟ طبعا انتوا شطار في اليونت جدا، ها الديسبيسمنت بالمتر، السرعه متر بير سكند، الاكسلريشن متر بير سكند سكويرد. طب الثيتا زاويه راديان، اوميجا راديان بير سكند، يبقى الاكسلريشن مين؟ راديان بير سكند سكويرد. طيب اظن لغايه هنا كفايه. الحاجه اللي جايه، مش احنا قلنا يا جماعه في ميرورنج ما بين الاس في اي موديل والثيتا اوميجا الفا موديل؟ ميرورنج يعني مرايه لبعض. مش احنا قلنا ان الاس في علاقه بينها وبين الثيتا؟ يبقى اكيد في قانون بيربط ما بينهم. ايه القانون اللي بيربط ما بينهم بقى شطار؟ ان اس ايكوال ار ثيتا. اظن كلكم شفتوا الايكويشن ده، سواء انت كنت ثانوية عامة اي جي امريكان ايا كان، انت اكيد شفت الايكويشن ده صح ولا ايه؟ طيب بنفس المنطق، الفي هو ريت اوف تشينج اوف ديسبيسمنت، معدل تغير الازاحه، والاوميجا ثيتا باي دي تي. يبقى في ريليشن تربط الفي بالاوميجا ولا لا؟ طبعا في. ايه بقى الريليشن ده؟ ان الفي هو هو بالظبط اوميجا بس مضروبه في ار. الفي هو هو بالظبط اوميجا بس مضروبه في ار. طب الاكسلريشن برضو، الاكسلريشن اللي هو معدل تغير السرعه هو هو بالظبط مين؟ اللي علاقه بالفا اللي هي معدل تغير الاوميجا. طب الريليشن اللي ما بينهم ايه؟ الاكسلريشن هو هو الفا بس مضروبه في مين؟ مضروبه في ار. بس استنى، خدت بالك ده انهي اكسلريشن؟ هي الالفا مسؤوله عن ايه؟ الالفا بتزود وبتنقص الاوميجا، بتزود وبتنقص الروتيشن او السرعه. مين اللي زيها في اللغه اللينير بيزود وينقص السرعه؟ مين يا شباب؟ الاي تانجنشن. الاي تانجنشن. طب هل الاي سي اللي كان موجود في اللغه اللينير هل ليه مرايه في اللغه الانجلر ولا لا؟ يعني احنا قلنا الاس والثيتا مرايه لبعض، الفي مرايته الاوميجا، الاي تي نسخه منه بالظبط الالفا. هل الاي سي في مرايه ليه في اللغه الانجلر؟ لا مفيش. لا هو ان هو كان كل دوره ايه؟ عشان بس الناس اللي بتنسى، كان كل دوره يعرفك ان الحركه سيركلر. حضرتك اول ما لمحت الالفا اصلا عرفت ان الحركه سيركلر، فمش محتاج هنا ادي لك حاجه رابعه تاكد لك ان الحركه سيركلر. اتفقنا؟ طيب اللي بعده بقى هسالك كده عن دكتور بعد اذنك، قول لي هو اس بتساوي ار في ثيتا دي عشان الاس ده طول الارك؟ بالظبط، ده قانون ليه علاقه بالجيومتري نفسها، ان احنا لو رسمنا بالظبط حاجه زي كده مثلا، هتقول لي ان الارك اللي من هنا لهنا ده، الاس اللي من هنا لهنا ايه علاقته بالثيتا، بالزاويه بتاعه الارك او بتاعه القوس؟ اس ايكوال ار ثيتا. ايوه اوكي كويس. اخر قانونين بقى عندنا عشان نبدا حل على طول. حد يسال؟ طيب السنتريبتال فورس اللي هي الفورس اللي ناحيه السنتر، هي مين بالظبط يا جماعه؟ طبقا لقانون نيوتن هي عباره عن الماس مضروب في انهي اكسلريشن برضو؟ اللي في ناحيه السنتر. في حاجه اسمها توتال لينير اكسلريشن، عقلك يتقبلها بسهوله جدا. مش احنا اتفقنا مع بعض ان في تو كومبوننتس او مركبتين اكسلريشن؟ في مركبه اكسلريشن اسمها اي تي في اتجاه التينجنت، وفي اي سي في اتجاه مين؟ السنتر. اجيب لدول الريزلت ازاي؟ الريزلت انت هيبقى كده مثلا كده الروت الروت وبعد كده الروت اي تي سكويرد بلس اي سي سكويرد، اي تي تربيع زائد اي سي تربيع. ده بنسميه بقى ايه؟ توتال لينير اكسلريشن. لينير لان كل دي لغه لينير او لغه خطيه. كويس، ده كده كان ريفيجن سريع على السيركلر. انتوا خدتوا السيركلر في المحاضره صح؟ معلش تاني، احنا ليه قلنا توتال لينير اكسلريشن؟ مش قلنا، هي يعني اختصاره كده احنا بنحاول نعملها، بنحاول نضم حضرتك الاي تي والاي سي مع بعض، بنحاول نجيب ريزلتنت او محصله ليهم. فاهمه؟ فالمحصله بتاعتهم او الريزلتنت بتاعهم ده هتبقى حاجه ما بينهم هنا كده. بنسميها مين بقى؟ بنسميها ايه؟ توتال.
اللي هي الريزلتنت او المحصله بتاعتهم. بنجيبها منين؟ بنعمل سكوير روت ل AT squared plus AC squared. تمام. اوكي. هو دكتور انا ممكن اكون مطالب ان انا اجيب اتجاه صح؟ تجيب اتجاه مين؟ اجيب اتجاه التوتال لينير اكسلريشن دي، ان انا اقسم الـ الـ المماس على الـ على بالظبط. بس يعني ما بنتعرضش ليها، بس انت ممكن تعمل شيفت تان فعلا البعيد على القريب AT على AC، عندك حق، بس يعني مش هنحتاجها. دكتور هو طول الارك مش هنختلف فيها برضو، ما احنا بنفترض ان لو الاوبجكت بتاعنا اتحرك حركه صغيره جدا من هنا لهنا، فيبقى اكن طول الارك هو هو بالظبط الديسبيسمنت او اقصر طريق، هي هي مش فارقه كتير. تمام. طيب مين عندها سؤال تاني؟ دكتور هو دكتور حضرتك منزل السلايدز دي زي ما هي كده بالالوان بكل حاجه؟ بكل حاجه حضرتك. تمام شكرا. انا عايز اقول لكم حاجه، ان يعني صفحه زي اللي فاتت دي والله الواحد كان في السكشن بيشرحها بخمس دقايق، وكنت بخلي الطلبه قاعده قصادي ايه بيقول ورايا بس يلا الزمن بقى. هي موجوده فين يا دكتور؟ طب انا هبعتها للكورنيتور بتاعكم، هبعتها لياسي هو يبعتها لكم. اوكي تمام. طيب دي معلومه كده اضافيه للفهم بس. طب بالمناسبة صحيح أنا عايز أتعرف عليكم برضو كده، يعني اللي فيكم كان ثانوية عامة إنجليش ارفع لي كده أديك اعمل ريز هاند. أدي واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة هوب 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 حلو كده دول بس أكيد. لا طبعا يا رجالة الناس تتفاعل شوية معايا. اللي فيكو كان شنو؟ مش عارفة أصلاً أريز هاند. طيب في ثلاث نقط كده أنا عمليني تدوس ريز هاند ما بيعملش. هو في 78 واحد رفع إيده. 78 واحد رفع إيده؟ 82 طيب حلو جميل زي الفل. نزلوا بقى ديكو كده ثانوية عامة إنجليش منتشرين. مين ثانوية عامة عربي؟ نزلوا ديكو بس إنجليش الأول، ينزلوا إيديهم دلوقتي بقى مش عارف أبدو هاند. ثانوية عامة عربي 66 70. طب نزلوا ايديك 74. في حد هنا اي جي؟ اظن هتبقوا اقلية، فممكن من غير ريز هاند ممكن تقول على طول. حد هنا كان اي جي؟ معقول ان مفيش اي جي خالص يا جماعة؟ حد كان امريكان من غير ريز هاند قول، يعني سمعني صوتك كده. حد كان امريكان؟ باشمهندس الاي جي متاخرين في التسجيل، فكلهم في جروب 6 وجروب 5، لكن الجروب 4 مش مفيش حد اي جي. طيب اوكي. امريكان مفيش برضو صح؟ لا في واحد اي جي اسمه محمد عبد الحميد. طيب في حد هنا فرانكفون؟ انا في ناس عندنا في بس كانوا في الكليه لحد الساعه 2:30 هيتفرغوا على التسجيل. طيب برضه كتير اللي حاضرين 190 فعيشته كويسين يعني. طيب في حد معادله عربيه جاي من دوله عربيه او دوله اجنبيه؟ معادله فني؟ هو انا معادله اجنبيه. معادله اجنبيه جاي منين؟ هو مش جاي، هو كانت مدرسه يوناني هنا في مصر. مدرسه يوناني، واو حلو الموضوع ده. طيب بصوا بقى، المفروض ان اغلبكم يعني ايا كان بقى تعليمك الثانويه عامه اي جي امريكان ايا كان ايه يوناني، فالمفروض ان انتوا خدتوا حاجه اسمها equation of plane. لا سوري، ده اتلغى من عليكم السنه اللي فاتت الثانويه عامه، اللي هي معادله المستوى اتلغت من عليكم صح. خلاص مش مشكله، الحته بتاعت الفهم دي لا في جزء منها قبل ما تتلغي.
خدتوها قبل ما تتلغي؟ ايوه يا باشمهندس خدناها وبعد كده اتلغت. طيب ماشي، يعني هقول لك جمله كده واللي عباره عن رقم في الكومبوننتس بس. طيب هقول لكم كل الناس خدتها على فكره. ماشي ماشي ماشي، ما انا بقول لك هي جمله، لو انتوا ما يعني ما فهمتهاش سيبك منها خالص، هي جمله بس كده يعني مش مهم، جمله مش مهمه خالص. انتوا خدتوا المفروض ايه اللي فيكم خد الايكويشن اوف بلين او معادله المستوى، عارف ان انا لو عندي بلين زي ده او مستوى زي ده لما بعوز اوصفه بوصفه بايه؟ بوصفه بحاجه اسمها النورمال لاين او الخط العمودي، بدليل ان الايكويشن اوف بلين افكركم كان بيتكتب كده ان دوت ار ايكوال ان دوت اي. يعني بنحتاج دايما نوصف اي بلين او اي مستوى بنوصفه بحاجه اسمها ان او نورمال او العمودي. فانا بقول لك حاجه بسيطه جدا، لو انت عندك دلوقتي سيركلر موشن بالشكل ده، اتجاه الديسبيسمنت فيكتور من النقطه 1 مثلا للنقطه 2 اتجاه الديسبيسمنت اهو. طب اتجاه الفيلوسيتي تانجنشال عند اي نقطه. طب اتجاه الاكسلريشن قلنا ووعدنا فيه ان هو واحد في اتجاه التانجنت والتاني في اتجاه السنتريبتال اكسلريشن، مفيش مشكله كل ده قلناه. بس استنى بقى، اللغه السيركلر لو عاوز توصفها بفيكتورز، يعني مثلا ثيتا فيكتور واوميجا فيكتور والفا فيكتور كمان، اديهم دايركشن عامل ازاي؟ هي ثيتا بتبقى من هنا لهنا، واوميجا بنفس القصه، اوميجا برضو هي حاجه روتيشنال والفا حاجه روتيشنال. دول لما عاوز اوصفهم فيكتورز بوصفهم ازاي؟ بتتخيل معايا ان السيركل بتاعتنا هنا اهي، واي ثيتا او اوميجا او الفا فهي شويه فيكتورز جوه البلين، فلما عاوز اوصفهم بوصفهم بمين بقى؟ بوصفهم بالنورمال او العمودي بتاع البلين ده. طب بنعمل حاجه زي كده ازاي؟ عندنا حاجه اسمها رايت هاند رول، قاعده اليد اليمنى بتمسك اتجاه الروتيشن بايديك اليمين بصوابعك، لو حد جربها معايا دلوقتي هيلاقيها سهله. بتمسك اتجاه الروتيشن اللي هو ده، بتمسكه بصوابعك وتشوف الابهام او الثمب بتاع ايدك بيشاور فين. لو بيشاور اوت اوف ذا بيبر للخارج لبره الورقه، يبقى هو ده الدايركشن بتاع الفيكتور بتاع ثيتا واوميجا والفا. لو الروتيشن انتي سوري كلوك وايز او مع عقارب الساعه زي كده، بنقول ان الثيتا واوميجا والفا لو مسكتهم بصابعك هتلاقي ان انت صباعك بيشاور ان سايد ذا بيبر لداخل الورقه. فدي بس كده كانت جمله اعرفك ان ثيتا واوميجا والفا هما بما انهم فيكتورز فين الدايركشنز بتاعتهم. اللي ما فهمش الحته دي عديها خالص ولا اكنها مهمه. طيب اخر حاجه هي عشان نبقى النت فصل عندي بس اللحظه دي، يعني ما سمعتش الجزء الاخير ده. حظك حلو، مش مشكله، الجزء الاخير مش مهم، شوفوا في الفيديو كده كده الفيديو متسجل، فهي لو كانت مهمه كنت عدتها لك والله. يونيفورم سيركلر موشن يا شطار، يعني يونيفورم سيركلر موشن يعني حركه منتظمه. منتظمه دي يعني ايه اللي منتظم فيها؟ يعني تفتكر السرعه ثابته، ان الفي كونستنت. طب هي لو الفي كونستنت يبقى مين كونستنت على طول؟ اوميجا. ما هو الاثنين مرايه لبعض، اوعى تنسى، ما هو الفي ايكوال اوميجا ار، الفي ايكوال اوميجا ار، فلو في كونستنت يبقى اوميجا كونستنت. طيب لو الفي كونستنت تفهم ان مين هو اللي بزيرو؟ الفا بزيرو، اللي مسؤول عن زياده ونقصان الفي. مين اللي مسؤول عن زياده ونقصان الاي تي؟ لو الالفا بزيرو، لو الاوميجا بكونستنت، يبقى كذلك اللي مسؤول عن زياده ونقصان الاوميجا اللي هو الالفا، الانجلر اكسلريشن بزيرو. طب مش كده وبس بقى، ده في جمله مهمه جدا، فانا عايز الناس تصحى لي كده دقيقه وتنام تاني على طول بعدها. دلوقتي لو انت بتتكلم في مساله يونيفورم سيركلر موشن، حركه منتظمه، يجوز ان احنا نعرف حاجه جديده بقى علينا اسمها مين، وانتوا واخدينها في الفيزيكس اسمها اف. اف دي اسمها فريكوانسي. فريكوانسي هي بنت عمه الاوميجا على طول، بقول ان اوميجا ايكوال 2 باي اف، من هنا اقدر اجيب اف على طول. بس الاف ما بتتعرفش غير لو كانت الحركه يونيفورم. اف اسمها فريكوانسي او بالعربي اسمها تردد. الفريكوانسي او التردد ده ما بيتعرفش غير لو كانت الحركه يونيفورم. وطبعا لو في حاجه اسمها فريكوانسي، يبقى على طول تقدر من الفريكوانسي تجيب حاجه تانية اسمها بيريود او زمن دوري، هو الانفرس او المقلوب بتاع الفريكوانسي. بس دول يا جماعه الفريكوانسي والبيريود ما يجوزش ان احنا نعرفهم غير لليونيفورم سيركلر موشن. طيب وبكل بساطه، لو حد فيكم ما خدش فريكوانسي بيريود قبل كده خالص، لو انا قلت لك ان في اوبجكت بيتحرك من هنا من البوزيشن رقم واحد، بيلف في الثانيه الواحده خمس لفات مثلا، بيلف في الثانيه الواحده خمس لفات، حلو كده؟ فانت بتقول لي ان هو بيعمل خمس لفات في الثانيه، هي دي اللي اسمها اف.
هي دي اللي اسمها اف. طب تقدر حضرتك تقول لي مثلا اوميجا بكم؟ ما هي الناس اللي عايزه تقولها اوميجا بقى هتقول ايه؟ هتقول انا بلف خمس لفات في الثانيه. طب ما هي اللفه الواحده بلف فيها قد ايه؟ ما هي اللفه الواحده دي يعني بلف 360 درجه، يبقى اللفه الواحده عباره عن كام؟ عباره عن 2 باي صح، وانا لفيت كام؟ لفيت خمس لفات، يبقى من هنا بنجيب الاوميجا. الاوميجا هي نفس معنى الفريكوانسي بالظبط بس مضروبه في 2 باي. يعني الفريكوانسي هو عدد اللفات في الثانيه الواحده، اوميجا بتترجم كل لفه من دول تشوف هي عباره عن كام ديجري، هي دايما 360 ديجري، فالاوميجا هي الديجريز اللي انت بتلفها في الثانيه الواحده. طب البيريود، البيريود بقى عكس الفريكوانسي على طول، انا بلف خمس لفات في الثانيه صح، يبقى اللفه الواحده بتكلفني قد ايه؟ ال1 ريفولوشن بتكلفني تايم قد ايه؟ هي خمس ثانيه، واحد على 5 من الثانيه صح، ما انت خمس لفات في الثانيه، يبقى الثانيه يبقى اللفه خمس لفات اهي في الثانية الواحدة، يبقى اللفة الواحدة بتاخدها في وقت قد ايه؟ بتاخدها في خمس ثانية، هو ده البيريود، الزمن الدوري. بجيبه منين دايما؟ واحد على خمسة، واحد على اف. حد لغاية هنا عطلان؟ كويس. بقية الكلام تقدر انت تبقى تقراه؟ انا عندي سؤال بس. قولي سؤالك. هو الفرق بين الفريكونسي والانجلر فريكونسي؟ عشان هتطلع بينهم. الفريكونسي والانجلر فريكونسي؟ حاضر، هما الاثنين بقول لك قرايب، وهما الاثنين جواهم نفس المعلومه بالظبط. الفرق ان واحد بيقدم لك المعلومه دي كعدد ريفولوشنز او عدد لفات اللي هو ده الاف، الاوميجا بتقدمها لك كانجل. يعني انا ابتديت عند 1 كمان 5 ثواني، كمان 5 ثواني لقيت نفسي رجعت عند 1. سوري خليني اقولها لك بطريقه احسن شويه. انا لفيت، بص لفه اهي الثانيه في ثانيه، يعني في ظرف ثانيه لفيت لفتين صح كده. فالفريكوانسي هي النمبر اوف سايكلز، عدد اللفات على التايم. انا بقول لك في ثانيه واحده انا لفيت لفتين، هي دي الفريكوانسي، واليونت بتاعتها حاجه اسمها هرتز. طب قول لي حضرتك في نفس الثانيه دي انا اتحركت انجل قد ايه؟ ما هي احنا اتفقنا من شويه مع بعض ان اوميجا هي مين؟ اتفقنا من شويه ان اوميجا هي دي ثيتا على دي تي، معدل تغير الثيتا على التي، او بمعنى تاني التغير او الزاويه اللي انت لفتها على التايم. طيب احنا بنقول في نفس الثانيه اللي انا لفيت فيها لفتين صح، اتحركت ثيتا قد ايه؟ ما هي اللفه الواحده اهي، شايف انت بتتحرك ثيتا 360 كمان لفه، فانت اتحركت كمان 360، يبقى اللفه الواحده بتتحرك فيها 360 درجه، دي اللفه الواحده بتتحرك فيها 360 درجه، واحنا اتفقنا ان انت اتحركت كام تيرن او كام سايكل، كام لفه؟ 2. يبقى الاوميجا هتبقى 2 في 2 باي على 1. طب كقانون بقى الاوميجا ايكوال مين؟ 2 دي اللي هي لفتين في الثانيه اللي هي الفريكوانسي، فيبقى اوميجا هي الفريكوانسي بس مضروبه في مين؟ مضروبه في 2 باي. اوميجا ايكوال 2 باي مضروبه في اف. فهمتني؟ هما نفس المعنى، الفريكوانسي عدد اللفات اللي في الثانيه، الاوميجا نمبر اوف ديجريز اللي في الثانيه، او لفيت كام ديجري في الثانيه. تمام؟ اه تمام كده. اوكي كويس قوي. دي معلومه سهله يعني، ما مش محتاج ان انا اقولها لك. دول اسمهم الكاينماتكس ايكويشن، خدتوهم انتوا في اولى وثانيه وثالثه ثانوي، او اللي هي معادلات الحركه. النسخه بقى بتاعتهم في اللغه السيركلر هي بالظبط. انا بس بعمل ايه؟ بشيل في نود اللي هي السرعه الابتدائيه، وحط بدلها حاجه اسمها اوميجا نود. بشيل في او السرعه عند اي لحظه واحط حاجه اسمها اوميجا. بشيل اللينير ديسبيسمنت واحط الانجلر ديسبيسمنت. بشيل الاكسلريشن واحط الالفا. بس وهم نفس القوانين بتاعتنا بالظبط. نبدا بقى نحل. باشمهندس قول لي، هو الوحده بتاعه الفريكوانسي الثانيه اللي هي غير الهرتز كانت ايه؟ سايكلز او عدد لفات في الثانيه، او سكند باور نيجاتيف 1. هقولها لك احنا بنحل برضو. بصوا بقى شويه اسئله كده سهله، انا بجري في الاسئله عموما دايما والناس هي اللي توقفني. طيب اول سؤال، the displacement between two points ايه علاقتها بالديستنس؟ ايه علاقتها بالديستنس؟ هل هي
larger than the distance دائما always larger ولا always equal ولا always equal or smaller than ولا larger than or equal ها إيه العلاقة بين displacement distance equal or smaller than الله ينور عليك ليه يا جماعة دائما distance بنعرفها على انها حاجة اسمها المسافة الحقيقية اللي حضرتك بتمشيها الـ actual path المسار الحقيقي اللي انت بتمشيه انما الـ displacement هي الـ shortest path اقصر طريق يوصل ما بين نقطة البداية والنهاية ده لو اتحركت من واحد لاتنين بالشكل ده على حركة دائرية ده الـ distance انما الـ displacement هي اقصر طريق ما بين نقطة البداية والنهاية فيبقى دايما الـ displacement بتبقى يا اقل من الـ distance يا قد الـ distance امتى بيتساوي هما الاثنين ببعض لو الحركة لينير لو انا اتحركت من نقطة واحد للنقطة اتنين بالشكل ده فهو ده الدسن دي المسافة اللي انا مشيتها على رجلي وفي نفس الوقت هو ده اقصر طريق ما بين النقطة واحد واثنين فبقى displacement يا بتبقى equal يا بتبقى اقل من الدستنس اللي بعده ده مومنتا of two moving particles are equal مومنتا دي اللي هي مين اللي هي مومنتم تمام فالمومنتم بتاع two particles equal this means that a this means حاجة واحدة بس يا شباب دي معناها المومنتم بتاعت اول بارتكل قد المومنتم بتاعت تاني بارتكل كمية الحركة يعني يبقى mv equal mv هل بالضرورة يا اخوانا ان يبقى الماس equal يبقى عندهم نفس الماس لا طبعا مش بالضرورة هل بالضرورة يبقى عندهم نفس السبيد طبعا لا طب هل بالضرورة يبقى عندهم نفس الكاينيتك انرجي لا الكاينيتك انرجي قانون مختلف قانون half mv squared ملوش علاقة بالمومنتم يبقى هي الإجابة أنت من غير ما تفكر على طول هي مين الإجابة سي اقرأ كده سي معي The two particles can only be stopped when acted upon by the same force يعني إيه الكلام ده؟ يعني الـ two particles نقدر إن إحنا نوقفهم باستخدام نفس الفورس وده كلام منطقي عقلك يتقبله ليه؟ أنتوا عارفين يعني إيه مومنتم يا جماعة أو يعني إيه كمية حركة؟ يعني مفروض تكون مشروحة لكم طبعا كويس في 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 قبل كده وهعيد لك عليها تاني بسرعة لو حضرتك واقف هنا هو تمام وجاي عليك فيل أنا ما بعرفش أرسم بس ده كأنه فيل هو تمام جاي عليك فيل وجاي عليك في نفس الوقت طلقة حضرتك تخاف من أنهي طلقة أو بولت أوكي تخاف من أنهي تخاف من الفيل ولا تخاف من الطلقة مين في ميزة طلقة لا طبعا تخاف من الاثنين ليه بقى تخاف من الاثنين خاف من الاثنين بالظبط الفيل صحيح الفيلوسيتي بتاعته قليله بس الماس بتاعه ماله كبير جدا ها فلما تيجي تضرب الام في في بعضهم يدوا لك حاجه اسمها مومنتم عاليه كميه حركه عاليه المومنتم ايه اتش مثلا او بي عاليه طيب الطلقه صحيح الطلقه عندها ماس قليل ما يتخافش منه بس عندها فيلوسيتي عاليه جدا فلما تضرب الام في الفي تدي لك نفس المومنتم ممكن تبقى متظبطه ان هي نفس مومنتم الفيل بالظبط تمام طيب في واحد في تخبيط عنده بليز اقفل المايك فكميه المومنتم دي اللي هي بالعربي اسمها كميه الحركه انا بحب اقول عليها دايما كلمه التاثير او الافكت يعني من الاخر انت كراجل واقف هنا انا كمصطفى واقف هنا الفيل لما يخبطني هتاثر بشكل عامل ازاي هيتنقل لي منه كميه حركه عامله ازاي هي دي المومنتم يا اخوانا تمام فبنقول ما دام التو بارتكلز في المساله نفسها ايه عندهم نفس المومنتم يبقى هما الاثنين لو خبطوني عندهم نفس التاثير بالظبط فيبقى انا اقدر الغي التاثير ده لو انا استخدمت ذا سيم فورس يعني ايه ذا سيم فورس تخيل ان انت راجل هيركليس في نفسك ورحت رافع ايدك كده في وش الفيل اهو دي المفروض ايدك يعني رفعت ايدك في وش الفيل وقفته لو انت ايدك قدرت توقف الفيل يبقى ايدك تقدر توقف مين برضو الطلقة ما هو مفروض الفيل والطلقة وهم داخلين عليك هم زي بعض ليهم نفس التأثير بالظبط فلو انت بكف ايدك كده قدرت توقف الفيل يبقى انت عندك الفورس اللي تلغي تأثير الفيل يبقى هي نفس الفورس اللي تقدر تلغي تأثير الطلقة فيبقى الـ two particles can be stopped when acted upon by the same force باستخدام نفس الفورس حد زعلان؟ طيب اخواتنا لما بيحبوش الحكاوي هو عمك نيوتن قال ان الفورس هي معدل تغير او الريت اوف تشينج اوف مين اوف ذا مومنتم فلو التو بارتكلز عندهم نفس المومنتم بالظبط يبقى اكيد عندهم نفس الفورس ده الناس اللي بتحب الايكويشنز وما بتحبش الحكاوي فيبقى على طول الاجابه منطقيه كده اكتر بالنسبه لهم كويس السؤال اللي بعديه
اقرا كده السؤال اللي هو الثالث. السؤال الثالث ده سؤال للطالب الغلبان، الطالب اللي زيرو عايز اي حاجه ايه زيرو طب امتحان. الله ينور عليك دكتور، هتبقى زيرو على طول. يونيفورم سيركلر موشن يعني حركه منتظمه صح، يبقى التانجنشال اكسلريشن على طول بكام؟ بزيرو. خلصنا. ناخد واحده كمان، سؤال سهل اهو برده. بقول لك the velocity as a function of time can be described by this equation. ده كده الايكويشن بتاع ال velocity. يبقى ال v equal 2 meter per second plus 3 t minus 1 t squared. ده كده ال v. determine the instantaneous acceleration. وانت مغمض ايه علاقه الاكسلريشن او العجله بال v؟ هتروح عامل derivative dv by dt. يبقى هتطلع عباره عن 3 minus 2 t. هو عايز عند لحظه تايم تي ايكوال 4، حط التي ب 4 على طول، يبقى 3 ماينس 2 في 4 يبقى الاجابه نيجاتيف 5. اوعى تنسى متر بير سكند سكويرد، متر في الثانيه الواحده. غيره شباب، في حد تاه مني؟ هو بس لسه كان بار 2 في السؤال، يعني كان في ماينس 1 متر بير سكند سكوير لكت السكند سكوير. يعني هي المفروض هتبقى بير سكند، المفروض هتبقى بير، لا هتبقى بير سكند كيوب. سيبك منها، هي المفروض سكند كيوب علشان لما تتضرب في سكند سكويرد يبقى لك متر بير سكند اللي هي يونت الفي. فهي سيبك منها ما تركزش فيها، بس هي المفروض سكند كيوب يعني. طيب دكتور، سؤال نمبر 4 بس معلش. سؤال رقم 4 حاضر. سؤال رقم 4 بيقول ايه بقى؟ Two particles perform circular motion with the same frequency. This means that. طيب واحد ابن حلال قال لي على طول ان ما دام عندهم نفس الفريكوانسي بالشكل ده، انا قلت لكم من شويه مين قرايب الفريكوانسي، فاكرين لما قلنا ان اوميجا هي 2 باي اف بالظبط؟ فلو two particles عندهم نفس الفريكوانسي فهم على طول عندهم نفس مين؟ نفس الاوميجا. وقلنا ان البيريد هي الانفرس او المقلوب بتاع الفريكوينسي، يبقى اكيد عندهم نفس البيريود مثلا. يعني انا كل ده بفكر لسه، فبيقول لي هل معنى كده ان التو باثز عندهم نفس الريديوس؟ ايه رايكم؟ اكيد غلط. ايه اكيد غلط؟ مش شرط. هو ما قاليش ان عندهم نفس الريديوس. طب هل التو بارتيكلز عندهم نفس السنتريبتال اكسلريشن؟ لا برضو. طب ليه؟ شوفوا في سنتريبتال كده، هنا دايره. لا بكل بساطه مش السنتريبتال اكسلريشن ده، احنا من شويه قلنا ان هو عباره عن اوميجا ار صح؟ صحيح، هم ليهم نفس الاوميجا بس ما لهمش نفس الار يا اخوانا. فما دام ما لهمش نفس الار يبقى ما لهمش نفس الاي سي، ده كلام منطقي. طب هل ليهم نفس التانجنشال سبيد؟ ما ايه وجع الدماغ ده؟ ما هو التانجنشال سبيد اللي هو اي تي هو عباره عن ار متضرب في الفا، فهم ما لهمش نفس الار فيبقى ملهمش نفس الاي تي. يبقى من غير برضو ما تفكر الاجابه اخر واحده. طب تعالى كده نفسر ليه الاجابه اخر واحده. The two particles sweep angle 30 in the same period of time. مقتنعين يا جماعه ان اوميجا 1 قد اوميجا 2؟ حد متضايق لغايه هنا؟ طب ما هي اوميجا 1 بر اوميجا 2، ما هي اوميجا دي اصلا هي عباره عن مين؟ تقدر تفكها بدي ثيتا باي دي تي او بدلتا ثيتا على نفس التايم، دي ثيتا باي دي تي، واوميجا 2 دي ثيتا باي دي تي في same period of time. يعني ثبت ده، يبقى two particles بيحصل لهم ايه؟ بيلفوا نفس الانجل بالظبط. فبيقول لك the two particles sweep an angle of 30، يعني نفس الانجل. هو بيشتتك برقم 30، هو يقصد نفس الانجل، يعني مش معنى 30 هو يقصد بيلفوا نفس الانجل في نفس التايم. فيبقى ممكن حركه السيركل الصغيره اهي والكبيره اهي هم لهمش نفس الريديوس، ما لهمش نفس الريديوس. بس بص اللي بيحصل ايه بقى، الراجل الاوبجكت اللي هنا ده في ظرف 5 ثواني جه هنا، هتلاقي ان لو كان في اوبجكت هنا عندنا في ظرف 5 ثواني هيجي هنا برضو، بحيث ان لو ده كان لف 30 ديجريز لازم ده كمان يكون اتحرك نفس ال 30 ديجريز. هو ده معنى حضرتك ان الاوميجا قد بعض. اوميجا يعني بيقطعوا في نفس الزاويه في نفس التايم، بيقطعوا نفس ال 30 ديجريز في نفس التايم. في حد زعلان؟ كويس. دكتور، وحضرتك قلت ليه ما تبقاش بي؟ ليه ما تبقاش بي؟ لان قانون السنتريبتال اكسلريشن بيعتمد على الار،
وهم ملهمش نفس الار. تمام شكرا. اوكي مسألة هي برضو حلوة. The car is moving with speed 30 meter per second. اكتب الجيفنز على طول اول باول. السبيد بتاعت العربية 30 meter per second. حد يقول لي عرفنا منين ان هي linear speed مش angular speed من اليونيت يا فالح. meter per second يبقى ده V مش أوميجا. تمام؟ On a circular path of radius 500 meters. Its speed is increasing at this rate. طيب. طالب بص على الرقم ده. عارف ان هو acceleration. عارف من اليونت بتاعته meter per second squared. عارف ان ده acceleration. بس استنى. هو ده أنهي acceleration؟ احنا عارفين ان الحركة circular جواها نوعين acceleration. AT و AC. الرقم اللي هو ادهولك ده. ده AT ولا AC؟ AT. AT. بالضبط. هو مش هيطبطب عليك ويقول لك الAT بكذا. هو قال لك ان السبيد بتزيد بالمعدل ده. وانت فاهم وانا فاهم ان اللي مسؤول عن زيادة ونقصان السرعة اللي بيزود هو ينقص السبيد هو مين؟ هو الAT. نكمل. Then the acceleration equal كام؟ ايه رأيك؟ هو عايز هنا total acceleration؟ هو كده عايز ان هنجيب اللي هو الـ بالزبط central اول وبعد كده نجيب التوتال. حلو بالزبط. طب انا اجيب بقى ازاي مثلا حاجة زي central acceleration؟ ما احنا قلنا ان هي عبارة عن يا اوميجا في يا اوميجا سكويرد ار يا في سكويرد على ار. انا هشتغل بأي واحد فيهم. مادام معاك ال في ومعاك ال ار احسبها بالقانون ده. يبقى الـ AC هي V squared على R. جبت الـ AC خلاص الحمد لله. معاك الـ AC اهو. ومعاك كمان الـ AT. هات لهم الـ resultant بتاعهم هما الاثنين. هيبقى الـ resultant او المحصلة بتاعتهم اللي هي بنسميها A total هي عبارة عن square root AT squared plus AC squared. جذر تربيعي AT squared زائد AC squared. يبقى square root 2 power 2 plus 900 على 500. احسب تطلع 2.7 meter per second squared. اي اسئله؟ او معلش انا عندي سؤال يا باشمهندس. اكسلريشن سنتريبتال اكسلريشن ماله؟ ايه قوانينها يعني جبناها منين؟ مش عليك بروف. يعني هم دول الثلاثة دول بس صح؟ بالظبط. ايه تاني؟ باشمهندس دكتور معلش بس وانا ما فهمتش حته هو ليه اخترنا الاي تي هي اللي باتنين؟ لا مش ليه اخترنا، هو قالك ان هي باتنين. انا ترجمت كلامه كده، قالك اللي سبيد بتزيد بريت. كلمة ريت دي بزمتك يعني معدل. معدل اقرا السؤال كده بالعكس. ها ريت اوف انكريزنج اوف سبيد. اقرا السؤال بالعكس يعني معدل تغير السرعة. مين معدل تغير السرعة؟ ده اكسلريشن. انهي اكسلريشن؟ الاي تي. تمام. دكتور عندي سؤال معلش. قولي هو انا ليه لما هو طلب مني اكسلريشن انا ليه فكرت اللي هو عايز توتال؟ يعني اصل هو اكيد هيبقى عايز توتال. ما هيبقى عايز مين يعني مثلا؟ ليه ما فكرش لو عايز مثلا الاي سي بس مش عايز التوتال؟ هقول لك ليه. لان هو لو كان عايز الاي سي كان قال لك انا عايز السنتريبتال. هو قال لك الاكسلريشن. الاكسلريشن دي يعني حل مشاكلك بنفسك وادي له اجابه في الاخر. يعني انت فاهم ان في هنا حاجه اسمها اي تي وفاهم ان في حاجه اسمها اي سي. هو بقى بيقول لك ما تدخلنيش في القصه دي، هات لي الاكسلريشن عموما بكام يعني كريزلتنت بكام بالظبط. فهو لو قالها لي عموما كده فانا هعرف ان انا هجيب التوتال على طول. بالظبط. تمام شكرا يا دكتور. طب يا دكتور انت عايز اسالك قول لي، هو لو انا ذاكرت الملزمه دي كان في اللي تغطي شرح الليكتشر نفسها؟ قلتش بس ملزمه، احنا بنعمل ريكوردنج للسيكشن ما توديناش في داهيه. هنا اسمها بي دي اف. البي دي اف ده لو ذاكرناه نقدر نلم الليكتشر. هو ده حضرتك يعني عيش حياتك منه من الاخر. يعني اسال حتى في دي الطلبه القدام. يعني انا هتلاقيني لمم لك دايما، بشرح لك في البي دي اف وبحل معاك اسئله الشيت وبحل اسئله امتحانات 10 سنين فاتت. فانت مش محتاج اي حاجه غير الشيت ده. اوكي طيب لو انت متعود ان انت تبقى بتفتح ريفرنس، ما خلينا صرحه مع بعض. المفروض كطالب جامعي داخل في اول سنه انا بدي لك نصيحه وبقول لك حاول تذاكر على قد ما تقدر من مراجع او حاول تذاكر من ريفرنسز. المشكله ان انت مش دايما هيبقى عندك وقت في زنقه المواد ان انت تذاكر من ريفرنسز، او مش متعود انك تذاكر من ريفرنسز. فنصيحتي ليك شوف انت عايز قسم ايه مثلا. لو انت طبعا بتذاكر اصلا من مراجع ومتعود على كده خير وبركه، دي حاجه يعني بتستزيد تمام.
بس لو انت مش متعود على كده هتبقى تذاكر المواد بتاعه القسم اللي انت عايز تخشه. يعني ايه مثلا؟ يعني لو فيكوا حد عايز يدخل اتصالات، اتصالات دي انت محتاج تبقى كنيه فيزياء، لان انت هتقعد 5 سنين بتدرس فيزياء بانواعها مثلا. فلو انت ناوي من دلوقتي تخش اتصالات يبقى تعمق في الفيزيكس بشكل مش طبيعي مثلا، يعني اقراها من ريفرنس، ذاكرها كويس، افهمها كويس، فاهمني؟ مادة مثلا زي الماث، مع كامل احترامي لمادة الماث، بس مش محتاجة تفتح فيها ريفرنس، يعني انت حل بس الشيت اللي نزل لك مع الاسئلة بتاعت الامتحانات وخلصنا. مش زي الفيزيكس فيها حواديت وقصص ودبث وعمق في الاسئلة، فاهمني؟ فسواء انت بتذاكر عشان تستزيد من ريفرنس او ما بتذاكرش من الريفرنس، انت هتلاقيني مبسط لك الامور جدا في البي دي اف ده كشرح وكحل وكاسئلة. يعني انت مش محتاج اسئلة بره البي دي اف ده. وباجي قبل الميد تيرم وقبل الفاينل بنزل لك برضو اكسترا بي دي افس بتبقى عباره عن اسئله زياده، لان انا مقتنع بمبدا مهم، انا ما بحبش احرق لك الاسئله كلها. لما ادي لك دلوقتي كل الاسئله اللي ليها علاقه بالفيزيكس وتحلها انت دلوقتي صح، او تقرا حلها، فيبقى شبه كده خلاص انت شبه حفظته. يوم ما يجي لك سؤال جديد في الامتحان هتعطل، فانا تلاقيني بدي لك دلوقتي اسئله. باجي قبل الميد تيرم اروح مزود لك في كل تشابتر كده 5-6 اسئله جداد اول مره تشوفهم، عشان برضو يبقى انت دماغك شغاله معانا. قبل الفاينل ازود لك 5-6 افكار جداد، فاهمني؟ بس طول ما انت ماشي اول باول كده من هنا لاخر الترم بتذاكر من البي دي اف ده كويس، وبتفهم من المحاضره كويس ومن السكشن كويس، اظن انت كده هتبقى الامور كويسه معاك جدا. طب يا دكتور، هو انا من اول ما اخدت الليكتشرز ما فهمتش، واحنا كده بدانا من الاول خالص مع حضرتك؟ اه انا كده بادئ معاك من اول حاجه انت مطالب بيها في الامتحان. تمام، عشان انا ما فهمتش اي حاجه في الليكتشرز يعني، ولا يعني ما كنتش عارف اصلا الفيزيكس بتكلم عليها. ربنا يطمنك. ايه مش مهندس، في نصيحه عايز اقولها يا جماعه، استنى بس الاول، في نصيحه كده مهمه عايز اقولها لكم. انت كطالب حاول تبقى دايما بتسال الطلبه الاكبر منك مثلا اذاكر ايه، وايه اللي بيتلم يتذاكر مره كل اسبوعين ثلاثه، وايه اللي يتذاكر كل اسبوع. نصيحه، الفيزيكس من المواد الصعبه جدا عليك في اعدادي. صعوبتها في ان انت ممكن تكون ما تعرضتش للفيزيكس قبل كده في حياتك، يعني هتلاقي ان انت مثلا بلاش نسبه الاحداث، بس حد فيكم سمع ميد ترم الفيزيكس، اول ميد ترم فيزيكس الناس بتجيب فيه درجات كام؟ حد سمع حاجة زي كده قبل كده؟ كوميكس، شاف كوميكس على درجات كتير، 25 ماينس سالب 2، تلاقي واحد يقول لك انا طالع الاول على الجمهورية في ثانوية عامة، انا 99.9 من 10، هوب دخل اول ميد ترم فيزياء جاب 3 من 20، فاهم؟ ما بقاش مصدق نفسه. فانا مش بخوفك، بالعكس انا اللي بقوله لك، المادة هي مختلفة عن الفيزيكس بتاعت السنة اللي فاتت، ونسبة كبيرة من الطلبة في ثانوية عامة للأسف كانت بتدرس لهم الفيزيكس حفظ مش فهم. فبتيجي دلوقتي لما نبتدي نلعب معاك في الأسئلة، لا بتبتدي انت تعطل. الميد تيرم والفاينل عموما أسئلة مفروض بتبقى أغلبها جديدة، شبه حاجات انت خدتها بس جديدة، عكس ثانوية عامة مثلا انت لو الامتحان كان فيه سؤال جديد أول مرة تشوفه كنت بتعيطه، فاهمني؟ كنت بتقول يا نهار ابيض ده الامتحان السنه دي صعب، منه لله الوزير حط لنا مساله جديده اول مره نشوفها. ده طبيعي في الفيزيكس في هندسه، وطبيعي في كل مواد هندسه ان بيجي لك امتحانات اول مره تشوفها، ده طبيعي. انت لو فاهم يا دكتور، هي دي عين شمس بس ولا كل الكليات كده؟ اه انت شكلك الملف في ايديك، وبناء على اجابتي هتاخد ورقك وتحول يا هتفضل شكلك. لا طبعا انا موجود دبست خلاص. هي المفروض هندسه عموما كده، بس برضه عشان نبقى صراحه، مادة زي الفيزيكس مثلا في عين شمس أصعب من أي جامعة تانية، دي حقيقة. يعني أنا درست على فكرة قبل كده فيزيكس الجامعات تانية كتير، الأكاديمية بحرية وجي يو سي وجامعة النيل والجامعة الكندية University of Canada. لا يعني عد عليا منهج فيزيكس بتاع جامعات كتير ما بياخدوش نص اللي انت فعلا نص العمق اللي انت بتاخده. يعني حضرتك الصعوبة دي أكيد ليها فايدة صح؟ ليها فايدة كبيرة جدا والله، يعني بتميزنا اكيد، يعني لو مش من فراغ. هقول لك على ابسط حاجه وانت تفهم بتميزك ازاي. مهندس عين شمس، خد بالك انا حقاني، يعني انا مش يعني ولا بطبل ولا اقعد اقول كلام اي كلام وخلاص. اوكي، مهندس عين شمس فعلا كتكنيكال سمعته حلوه. طب والدليل على كده ايه مثلا؟ الدليل ان انا الـ انا والثلاثه اربعه اللي حواليا
اللي كانوا اوائل معايا مثلا في الدفعه اوكي اتنين منهم في MIT مثلا دلوقتي. لو انت ما تعرفش MIT ده اعلى مكان هندسه في العالم. الدفعه اللي قبلي نفس القصه، تلاقي الاول على الدفعه والسادس ولا السابع على الدفعه هوب طلعوا MIT، واثنين ثلاثه طلعوا جامعه مش فاكر رايستون، واثنين ثلاثه طلعوا إلينوي. انت طول ما انت فعلا بتركز على ان انت تبقى فاهم الحاجه كويس ومتاسس كويس جدا في اول كام سنه في هندسه، هتلاقي نفسك بتتخرج. لو انت ناوي تقرر تشتغل اكاديميك، اكاديميك ده يعني ريسيرش وابحاث او تيتشنج، لو انت ناوي تشتغل هتلاقي نفسك بيجي لك اوفرز من جامعات كتيره، وبيجي لك فرص دكتوراه وماجستير من جامعات كتيره، والدنيا بتبقى ماشيه كويس. او بتلاقي ان الشركات المالتي ناشونال بتخش في الانترفيو وانت معلم كده في نفسك، تعدي الانترفيو تشتغل في شركه مالتي ناشونال تقبض لك سالري محترم. اوكي وبرده عشان ما يبقاش برده يعني عشان تبقوا برده فاهمين، هندسه فرص عملها كتير جدا كتير، بس الشغل المميز اللي فيها مش كتير. يعني تلاقي ان انت لو دفعه مثلا كهرباء باور مثلا، لو الدفعه اللي بتتخرج 400 واحد كل سنه، فال400 واحد دول مين فيهم هيشتغل، هيسافر بره او هيشتغل في مالتي ناشونال او هيشتغل اكاديميك؟ مين فيهم؟ بتلاقي مثلا سي 40 50 واحد، واشتغلوا بمرتبات كويسه جدا، واشتغلوا بامتيازات او بنفيتس كويسه. اللي بقيه الناس اشتغلوا برضو بس ما اشتغلوش بالامتيازات دي. يعني في فرق بين واحد اول ما اتخرج يشتغل مثلا بمرتب 1000 ونص 2000 جنيه، وفي فرق بين واحد اول ما يتخرج يشتغل بمرتب 15 20000. طب وايه الفرق بقى ما بين الطلاب دول؟ الفرق، حط هدف كده من دلوقتي قصادك وركز في في في, في اللي بقوله لك ده، والله العظيم دي نصيحه وهتجيب نتيجه والله معاك. حضرتك حاول تبقى خارج بتقدير محترم، تقدير محترم مش هقول لك امتياز، هقول لك اقصى ما عندك. هات اخرك، سواء انت بتذاكر بتجيب امتياز بتجيب جيد جدا، هات اخرك يعني، هات التقدير العالي اللي تقدر تجيبه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ركز على الفهم، ركز على حياه الطالب الجامعي. انت دورك دلوقتي انك طالب جامعي بتحاول تفهم، مش بتحاول تعدي امتحانات وتنجح فيها وخلاص. الحاجه الثالثه لازم يبقى عندك انجليش كويس جدا. مهندس من غير انجليش ما يشتغلش في شغلانه قويه، فخلي بالك من حاجه زي دي. تمام، بس انت عندك وقت. هو ده الخبر الحلو. انا استنى اقول لك بس حاجة. انا الانجليش بتاعي مثلا ما كانش كويس، انا الانجليش بتاعي ما كانش مثلا احسن حاجه يعني، بس بالزبط. من اول سنه دخلت هندسه فانا ابتديت ان انا احاول اطوره، ابتديت ان انا احاول اخد كورسات، ابتديت ان انا احاول اتفرج على افلام ومسلسلات انجليش مثلا كتير. فانا بقول لك معاك اهو 5 سنين، عيش حياتك، قوي نفسك في الانجليش، علشان لما تتخرج كل ده بيزود لك فرصك في الشغل. غير الانجليش حاول يبقى عندك مهارات اجتماعيه كويسه، ما تبقاش يعني مثلا دي ممكن بقى بتجي لك منين؟ بتخش student activities مثلا. يعني انا لما كنت طالب دخلت حاجة اسمها ميكا، قعدت في ميكا كذا سنة. عايز اقول لك ان في سنة من السنين او في وقت من الاوقات في سنة تانية مثلا، انا كنت في مرة واقف بدي presentation في مدرج فلسطين في الكلية، مش عارف انتوا عارفينه ولا لأ، وكان حاضر فيه 1000 واحد مثلا، فاهمني؟ فاهتموا كمان بالسكيلز دي، ان انت تقدر يبقى عندك presentation skills كويسة، بتقدر تقف قصاد ناس وتتكلم، بتقدر ان انت تنيجوشييت نيجوشيشن اللي هي الايه بالعربي اللي هي التفاوض. يا ابني انت ايه 132 دي؟ ايه المايك؟ طب يا دكتور هو في وقت للكلام ده؟ يعني نذاكر ونجيب جي بي اي وفي نفس الوقت نعمل انجلش ونتخش ستودنت اكتيفيتيز؟ يعني في وقت والله العظيم، وهتعيشوا والله حياه حلوه في الجامعه وهتتبسطوا. وخليكوا بس يعني ابذلوا مجهود وذاكروا وهتلاقوا ان في وقت. هتلاقي ان عندك الصيف مثلا، الصيف ده بتسافري فيه وفي وقت في سمر كورسز اونلاين مثلا. بلاش من دلوقتي تركزي في موضوع السمر، انا ضد فكره السمر كورسز عموما، يعني انا ضدها. انا شايف ان حتى لو واحد لا قدر الله جه في ماده مثلا وما عداش فيها او سقطها، خلاص تحمل عواقب ده، خدها السنه اللي بعدها، بس ما تحرمش نفسك من الصيف واللي بيحصل في الصيف. ممكن في الصيف ده تسافر، ممكن تاخد كورسات في الصيف، ممكن تبقى انت بتشتغل عشان تساعد اهلك او عشان تكفي مصاريفك مثلا. فده وجهه نظري مثلا. غير كده لا. باشمهندس معلش، هو ممكن مثلا ناخد كورس جنب الكليه وكده، كورس انجليش عشان خاطر نقوي نفسنا وكده؟ ده لازم، ده ضروري يعني في الايام دي ممكن.
بلاش اعداد، خلص اعدادي وخد كورس انجليش بعدها. بعد اعدادي صح؟ بعد اعدادي يعني اعدادي او فريشمان شويه تعتبر من يعني يعني تعتبر اكتر سنه انت بتاخد مواد من الشرق ومن الغرب، فالموضوع بيبقى شويه ايه لسه جديد عليك يعني فاهم. خلاص بس احنا اصلا طلاب فنيه فموضوع فعلا صعب علينا فعلا. ما انا فاهم والله، انا فاهم صدقوني والله الدنيا هتبقى حلوه وحياتكم هتبقى حلوه الخمس سنين الجايين والله ما تقلقوش وتبسطوا باشمهندس الدنيا هتبقى كويسه يعني. نرجع بس نحل الشيت وهاخد اسئلتكم والله كمان شويه يعني ممكن في الاخر كده خالص اللي عايز يتكلم اتكلم معاه بس نخلص الاسئله عشان في ناس بتزهق من كتر الكلام ده. خلاص تمام. بصوا بقى بروبلم 8 بتقول ايه؟ خلاص باذن الله قربنا نخلص يعني. عندنا هنا فايتر ايروبلين يعني طياره حربيه فلاينج ان ذا سكاي dives with a speed of 360 كيلومتر بير اور. واحده واحده، طياره حربيه بتتحرك بسرعه 360 كيلومتر بير اور. طبعا اول حاجه اليونت او الوحده بتاعه الكيلومتر بير اور دي مش بنحبها، ف 360 بضربها في رقم كده انتم المفروض حافظينه، بضربها في 5 على 18 عشان تتحول متر بير سكند تبقى 100 متر بير سكند. دي السرعه بتاعه الفايتر ايروبلين in a vertical circle of radius 200. بتتحرك حركة دائرية أو في دائرة vertical of radius 200. عارفين انتوا كده الطيارة مثلا اللي تبقى ماشية ايه الشكل ده اهو ناحية دي هوب بتروح عاملة مثلا دائرة كده في الهواء وتكمل تاني، عارفين انتوا المنظر ده زي الاحتفالات والحاجات دي. فقال لك ان هي بتتحرك في حركة circle vertical of radius 200. The weight of the pilot is 75 kilogram. الweight او الماس بتاع البايلوت 75 كيلوغرام، الكتله بتاعه البايلوت. What will be the value of the force؟ احسب لي قيمه الفورس of the seat on the pilot when the airplane is at lowest position. واحده واحده. طبعا يا جماعه اللي بيبقى عطلان في الترجمه انا بترجم، فانت المفروض بتكتب ورايا على طول، بتكتبها بالعربي علشان ما تنساهاش بعد كده. بيقول لك what will be the value، احسب لي force of the seat when the airplane is at lowest position. لما الطيارة دي كانت هنا كده، كانت في البوزيشن ده، احسب لي هنا ايه بقى؟ احسب لي حاجة اسمها force of seat. seat يعني كرسي. احسب لي الفورس او القوة اللي السيت بيأثر بيها على الطيار. الموضوع يبان لك معقد بس هو حاجة عبيطة جدا. بص يا ابن الناس، عند النقطة دي ايه الفورسز اللي موجودة عند النقطة دي؟ طبعا الويت بتاع الطيار اللي فوق ولا تحت؟ الام جي لتحت اللي هي الويت بتاع الطيار بالطياره طبعا. اوكي فهنروح قايلين 75 سوري الويت بتاع الطيار بس من غير حاجه ثانيه، انا بدرس الطيار لوحده 75 مضروبه في سنتربيتر لفوق حط الجي ب 10 يبقى 75 مضروبه في 10 يبقى 750. دي الفورس اللي لتحت. معلش يا دكتور انا تهت، واحنا عملنا ايه بس عشان انا تهت كده؟ بيقول لك ادرس الطياره في اللوست بوزيشن، هي بتتحرك في سيركل حضرتك بالشكل ده، ادرسها لي بقى في اللوست بوزيشن اقل نقطه تحت، واحسب حاجه اسمها الفورس اوف ذا سيت. هقول لك حالا ايه الفورس اوف ذا سيت دي. اديني الويت، انا ليه عملت تايم ستامب؟ الماس والويت هما نفس المعنى، مفيش مشكله يعني. هو قال لي من الويت 75 كيلوغرام، كان المفروض يزود حاجه اسمها كيلوغرام ويت، بس الماس والويت مفيش مشكله، هما الاثنين زي بعض يعني. كانت تختلف لو كان اداني الويت بالنيوتن. ايه في عطل فني كده بيخلي الكلام احيانا يظهر مرتين. اوكي طيب. فاحنا قلنا ايه، ادي الفيرتيكال سيركل وادي هنا الطياره بتاعتنا. انا بدرس الراجل لوحده الطيار، هنا الجرافيتيشنال فورس او الويت بتاعه اللي هو 75 مضروبه في الجرافيتي، قال لي حط الجرافيتي ب 10، هي عاده ب 9.8 هو قال لي حطها ب 10 يبقى 750. في فورس ثانيه؟ اه في فورس ثانيه. تفتكروا يا اخواننا لو دي كده الطياره اهي، لو دي كده الطياره والطيار قاعد هنا اهو صح، قاعد على كرسي طبعا، ايه اللي بيمنع الطيار ده؟ ما هو انتوا عارفين ان في ويت لتحت، الكتل الويت او الوزن بتاع الطيار لتحت، ايه اللي بيمنعه ان هو ويخترق الطياره ويقع؟ اكيد في حاجه بتمنعه. ايه بقى؟ رد فعل الكرسي عليه. رد فعل الكرسي عليه، الله ينور عليكم صح. فدي بنسميها الفورس اوف سيت،
او reaction of seat يعني رد فعل الكرسي. يعني الطيار عايز يقع لتحت ضغط على الكرسي لتحت فالكرسي بيرد عليه بنورمال فورس او برد فعل الفوق. هي دي الفورسز اللي موجوده في المساله اف جي وفي الفوق مين اف رياكشن او اف سيت. في حاجه ثالثه يا جماعه ناقصه سنتربيتال سنتربيتال فورس. ايوه سنتربيتال. لا مفيش حاجه اسمها سنتربيتال فورس. ليه بقى سنتربيتال اكسلريشن؟ هقول لك يا ابن الناس هقول لك حالا اهو. بص يا اخوان تقدر دول تجيب لي ريزلتنت بتاعهم؟ مش هيبقوا ايكوال؟ لا هم مش ايكوال. هم مش ايكوال. هيبقى هي الاف سيت اكيد. استنوني بس الاول كده هتقولي ريزلتنت بتاعهم. طب هبدأ ولا باللي تحت؟ ابدا باللي ناحيه السنتر دايما. ابدا دايما باللي ناحيه السنتر. فالريزلتنت هيبقى مين؟ اف سيت ماينس مين؟ ماينس اف جي. دي كده اسمها توتال فورسز او دي اسمها الريزلتنت فورس. انهي ريزلتنت فورس؟ انا قلت لك شاور ناحيه السنتر فدي الريزلتنت فورس اللي ناحيه السنتر. هو ده اللي بنطلق عليه سنتريبتال فورس. فهمتني؟ يعني مفيش فورس حقيقيه اسمها سنتريبتال يا جماعه. مفيش فورس حقيقيه اسمها سنتريبتال فورس. احنا بنشوف مين اللي بيقوم بدورها. يعني احنا بنجمع الفورسز اللي في المساله بالشكل ده ونقول مش هم يا اخواننا ليهم محصله؟ مش هم ليهم ريزلتنت بيشاور ناحيه السنتر؟ اهي المحصله بتاعتهم دي بتقوم بدور سنتريبتال فورس. فانا بجيب في اف سيت ماينس اف جي واللي انا حسبته ده هو ده السنتريبتال فورس. يبقى هو ده اللي يتساوى بالام اي سي. اجين في ناس فاهمه غلط. حدش يسال يا جماعه بعد اذنكم ثانيه. حدش يسال. في ناس فاهمه غلط. في ناس فاكره ان السنتريبتال فورس دي هي فورس ناحيه الايه ناحيه السنتر. لا طبعا انت بتشوف مين الفورس اللي ناحيه السنتر يبقى هي دي اللي بتقوم بدور السنتريبتال اكسلريشن. اجين راجل طيب هنا هو واقف ماسك حبل في نهايته اوبجكت عمال يلف في الاوبجكت ده في دايره صح. فين الفورسز اللي في المساله؟ هي التنشن. التنشن ناحيه السنتر. التنشن ده اللي هو الشد اللي في الحبل. حضرتك بتشد الحبل عليك لجوه. انت اللي عامل التنشن ده. انما هل في فورس اسمها سنتريبتال فورس؟ في حاجه كده اسمها اف سي؟ مفيش طبعا مفيش. هي الفورس اللي موجوده ناحيه السنتر هي التنشن. فبنقول ايه بقى؟ بنقول ان التنشن هي دي الفورس اللي ناحيه السنتر. يبقى هي دي اللي بتقوم بدور سنتريبتال فورس. هي دي اللي بتتساوى بام اي سي. يبقى انت من هنا ورايح بتجمع الفورسز اللي في المساله اللي بيشاوروا ناحيه السنتر وبعد ما بتجمع الفورسز دي بتساويها لي بام اي سي. انما مفيش حاجه اسمها فورس سنتريبتال. في حاجه اسمها فورس بتقوم بدور او نطلق عليها ندلعها ونسميها سنتريبتال. فهمت القصه؟ سؤال بقى يا باشمهندس. ايه سؤالك؟ احنا لما بنجيب المحصله المفترض ان احنا بنجيب الاف ريزوليوشن على جسم معين، لكن هنا قوه الوزن بتاعت التيار بتاثر على الكرسي وقوه رد الفعل بتاثر على التيار، فالقوتين مش بيأثروا على نفس الجسم علشان نجيب لهم اف ريزوليوشن. هو الوزن ما بيأثرش على التيار؟ بيأثر على الكرسي. ازاي؟ هو انت لو نطيت في الهواء دلوقتي صح ما الجرافيتي هتنزلك. نزلتك انت ولا نزلت الكرسي؟ نزلتني انا. بس ده انا ضغطت على الكرسي. ما هي مدام نزلتك انت يبقى اثرت عليك انت. فاهمني؟ انا مش مركز على الكرسي. يعني هو قعدتك على الكرسي دي ممكن تخلي الكرسي لو انت قاعد على حاجه كده كنبه في بيتك تخليه يهبط لتحت شويه مفيش مشكله. بس انا ما سالتكش هيحصل ايه للكرسي، انا بسالك عليك انت. فهمتني؟ انت بتنزل لتحت اهو، يعني بدليل ان انت لو نطيت في الهواء دلوقتي انت اللي هتنزل مش الهواء اللي هينزل. فانا بدرسك انت، بدرس الاوبجكت، بدرس الطيار. فالطيار في ويت بيأثر عليه هو لتحت، وفي رد فعل الكرسي بيأثر عليه لفوق. فهمتني؟ معلش هم ليه التو فورسز مش قد بعض؟ ليه مش قد بعض؟ هقول لك مش قد بعض. شفت كده في رمضان اللي فات رامز ما كان بيعذب الناس ويقعدهم على كرسي صح؟ لما يبقى الكرسي فجأة مثلا فجأة طالع لفوق ايه اللي بيحصل؟ بتحس كده مثلا ان خلاص الحزام ده لازق في الشخص اللي قاعد على الكرسي. فاهمه؟ لو التو فورسز قد بعض الراجل هيبقى قاعد بالانسد مش خاطر جاذبيه انت على الكرسي. انما لو انت مثلا في حاجه زي دريم بارك يا ستي وبتتحركي حركه سريعه جدا ايه اللي بيحصل؟ مش بتحسي احيانا ان الحزام ضغط عليكي؟ ضغط عليكي دي يعني انت بتحاولي تطلعي لفوق. يعني الفورس اللي بتطلعك لفوق اعلى من الفورس اللي بتنزلك لتحت. فبتحاولي تطلعي بيمسكك او بيلحقك ساعتها الحزام مثلا. فاهمه؟ فهم مش دايما قد بعض. هم يعني مفروض يكونوا قد بعض بس هم مش دايما قد بعض.
دكتور معلش في فعلا حاجه زي الحزام يعني نتيجه ان هم مش قد بعض بيبقى في حاجه اسمها حزام عشان لو في فرصه في مزاره عن الثانيه الحزام يلحقني على طول. استنوا اجلوا اسئلتكم ثانيه واحده ثانيه خلينا بس نخلصها الاول واخد اسئلتكم بعد. فانا عملت ايه تاني عشان ما نسرحش؟ انا جمعت الفورسز اللي موجوده عندي بس وانا بجمعهم باللي ناحيه السنتر ببدا بالاف سيت. فبقول اف سيت نطرح بس منها كده الاف جي اصلها هقللها شويه دي كده الفورس اللي ناحيه السنتر كريزلتنت كمحصله هي دي اللي تتساوى بالام اي سي. طيب احنا معانا ايه؟ معانا الاف جي ب 750 ومعانا مين تاني؟ الاف سيت معناش اللي هي دي اللي هو سالنا عليها. طب الام اي سي معاك؟ اه معاك الماس 75 كيلوغرام. طب والاي سي اوعوا تنسوا الاي سي انا مش فاهم هي في سكويرد على ار واحنا معانا الفي اللي هي كانت 360 في 5 على 18 كانت 100 ومعانا الجي بالظبط. فتقول ان السنتريبتال اكسلريشن ده في سكويرد على ار في سكويرد يعني 100 سكويرد على الار. الار بتاعنا اللي هو كام؟ 200 مترز. عوض في السؤال ده احسب اف سي بكام على طول. شكرا سهل تطلع 4500. انا كده المفروض خلصت المساله. طيب من حيث المبدا معلش ممكن اللي فهم المساله دي كويس يريز هاند. هو انا باشمهندس فاهمها بس انا عندي سؤال في حته بس صغير. طيب انا بس عشان بس يبقى يعني بعمل حاجه زي فيدباك كده ابقى عارف في كام واحد فهم السؤال ما تبخلش عليا برفع ايديك. اللي فهم السؤال كويس وما عندوش اسئله يرفع لي ايديه. انا مش عارف انا ليه بقى عندي مش بيبان. هو في كام واحد كده رفع ايده؟ 91 93 98 كده 100 نضحي احنا بال70 التانيين بقى مش مشكله يبقى كده. لا معلش انا احنا ممكن مثلا نخلي الاسئله في الاخر خالص لو حد ما فهمش حاجه يعني او كده. والله يعني لا هو خلينا واحنا في المساله ناخد اسئله فاهمني طبعا. بس لو في مساله زودنا فيها شويه ممكن اسيبها للاخر شويه طبعا. فطب دي خليها للاخر ولا هزعلك سعاده بناخد الاسئله في وقتها على طول. طيب خلاص اللي عنده اسئله فايده بقى الناس اللي بتنزل ايديها كلها خلاص. سؤال كمان ده سؤال سهل مدي لك جراف. معلش عندي سؤال. طب استنى بقى قوله. طيب قول يلا. دلوقتي مثلا هو بيقول لي at the lowest position هل هي من فوق ولا من تحت؟ يعني هو طالع ولا هو نازل؟ lowest يعني يعني ارسم السيركل اقل منطقة تحت. انا عارف ان هي اقل منطقة. قصدك السيركل اللي فوق ولا السيركل اللي تحت؟ وهو طالع لفوق ولا هو نازل؟ مش هتفرق. مش كده الجاذبية تبقى عكسي كده الجاذبية تبقى معايا تبقى بالسالب. لا خالص مش هتفرق خالص في اي حاجة. هي كده كده الجرافيتي لتحت. تمام. في الحالتين يعني. ما انا قصدي لو وانا طالع هتبقى بالسالب وانا نازل هتبقى بالموجب. بس مش كده اللي قريب من السنتر هيبقى الاف جي؟ لا طبعا. لا 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 ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت لو انت طالع الاكسلريشن هيبقى بالسالب بسالب جي. أيوة لو انت نازل هيبقى بوزيتيف جي انما الويت دايما لتحت. واصله؟ وصلت. خلاص هو انا ليه ما خدتش تانجنشال اكسلريشن ولا سنتربتال؟ هو القانون كده. القانون بيقول ان السنتربتال فورس هي الماس في مين؟ في السنتريبتال اكسلريشن. لا داعي للاي تي خالص في الموضوع. دكتور بس معلش عندي كده ان مفيش سنتريبتال اكسلريشن ولا كان في وانا تجاهلتها؟ رجاله هحل مساله كمان شبهها. ماشي استنوا بقى عليا هحل مساله كمان شبهها عشان تثبت معاكم. بصوا كده المساله دي الاول جراف بسيط ما بين حاجتين ما بين في وتي. وانا بسالك ابقى اقراها انتوا في البيت. انا بسالك عن الديسبيسمنت في اول 10 ثواني. بسالك عن النت ديسبيسمنت في اول 10 ثواني. هو مش يا جماعه علاقه الديسبيسمنت بالفيلوسيتي ايه؟ الفيلوسيتي هي ديريفاتيف او تفاضل الديسبيسمنت. يبقى الديسبيسمنت ايه علاقتها بالفيلوسيتي؟ تكامل. واظن كلكم عارفين ان تكامل في دي تي ده يعتبر اريا اندر ذا كيرف مساحه تحت المنحنى. فانا بسالك عن الاس في اول 10 ثواني اكني بسالك عن مين؟ عن الاريا او المساحه تحت المنحنى في اول 10 ثواني. كل ده كده انا بسالك عليه. خلاص كده لغايه مين؟ لغايه 10 ثواني بالشكل ده. طيب هنحلها بكل بساطه. انا عايز الاريا دي كلها
حد عنده سؤال لغايه هنا فيها؟ مفيش. انا هعمل ايه بقى؟ انا هبتدي اجمع اريز بكل بساطه. الترينجل اللي في الاول ده عنده بيز ب2 وعنده هايت 4، يبقى الاريا بتاعته هاف 2 في 4، يبقى الاريا 4. اللي بعده هروح قايل ده كده عباره عن ايه ده يا جماعه؟ ده ترابيزيوم. ترابيزيوم اسمه ايه بالعربي؟ شبه منحرف. شبه منحرف، منحرف بالظبط. عنده البيز ده بكام؟ ب2. القاعده دي ب2، والقاعده الكبيره البيز ده بكام؟ ب4، والارتفاع من 2 ل4 بكام؟ ب2. فانتوا عارفين الاريا بتاعت الترابيزيوم هاف بيز 1 بلس بيز 2 مضروبه في الهايت، يبقى هاف بيز 1 دي قلنا عليها ب4 ب2، البيزز عندنا ب2 ب4، والهايت اللي هو من هنا لهنا ده الهايت ده ب2، يبقى الاجابه عندنا 6. يبقى عنده اريا 6. اللي بعده الاريا من هنا لهنا ريكتانجل عنده ضلعين او تو سايدز 4 وكام؟ 4 و2، يبقى عنده ايه؟ الترانجلز دول بالشبه كده واضحين ان ده وده لاغين بعض هما الاثنين، يبقى الاجابه بتاعتنا على طول كام؟ 18. شكرا. اللي بعده لاغين بعض، لاغين بعض، ما واحد فيهم الاريا بتاعته بالبوزيتيف عشان فوق، فبيعبر عن ديسبيسمنت بالبوزيتيف، بيعبر عن ازاحه بالبوزيتيف. اللي تحت الاريا بتاعته بالنيجاتيف، معناها ان هو بيعبر عن ديسبيسمنت بالنيجاتيف. اكيد اوبجكت مشي 1 متر ناحيه اليمين وراح راجع 1 متر ناحيه الشمال تاني، فهمتني؟ يبقى كازاحه ما تزحزحش من مكانه، مفيش ديسبيسمنت. باش بعد اذنك. ايه باشمهندس؟ سامعك، قولي. هو ال distance هي اللي أنا كنت باخد كله ب regardless الإشارة، لكن ال displacement هو اللي أنا كنت باخد بالي من الإشارة معاها، صح؟ الله ينور عليك. يبقى هو فعلا لو سألني في المسألة دي find the distance، هعمل إيه بقى؟ كنت ال area بتاعت triangle اللي تحت ده أخدها بس بال positive. ال distance أنا باخد كل ال areas بس باخدها بال positive. ما هي ال distance إحنا اتفقنا هي المسافة الفعلية اللي أنت بتمشي على رجلك، فهتروح قايل مشيت 1 متر يمين زائد كمان 1 متر، يبقى انا كمسافه كليه مشيت 2 متر. ففي الديستنس ما بتفرقش بوزيتيف ونيجاتيف، كل حاجه بتاخدها بوزيتيف. طيب تمام، يعني انا كده ما خدتهاش ولا خدتها بالنيجاتيف؟ انا هنا بسالك على الديسبيسمنت، فاللي تحت دي خدها بالنيجاتيف. فانا بقول ما دام اللي تحت شبه قوي ده نفس الاريا بتاعت ده، فانا لغيتهم مع بعض على طول، قلت واحد بالبوزيتيف والتاني بالنيجاتيف، رحت لغيهم مع بعض. تمام. لو كنت بسالك عن الديستنس ما كنتش هلغي حاجه مع الثانيه، انا كنت هجمع كلهم مع بعض بالبوزيتيف، حتى اللي تحت اخده بوزيتيف برضه. طب النص ده جبته منين؟ قانون ده ولا الايه؟ النص اللي هو خارج القوس ده قانون ثابت ولا ده قانون اريا اوف ترابيزيوم؟ ده مساحه شبه منحرف هاف بيز 1 بلس بيز 2 في الهايت. القاعده الاولى دي، القاعده الاولى اهي، ودي القاعده الثانيه، وده لها اسمه الهايت اهو. ده شكل الترابيزيوم بتاعنا او الشبه منحرف. تمام. طيب واحده كمان دي يعني سهلة، مفيش داعي ناخدها، دي برضو كلام سهل، كلام سهل. ماشي، فاضل لي معاك مسألة تانية التالتة، يعني خلينا نخلي دي في الآخر. بصوا كده، سؤال للطالب الطيب جدا. أنا مدي لك ثيتا كفانكشن في الطايم دالة في الزمن، وسألتك عن مين؟ سألتك عن حاجة اسمها أنجلر بوزيشن وأنجلر سبيد وأنجلر أكسليريشن. واحدة واحدة، مين الأنجلر بوزيشن ده أخوانا؟ هو اصلا ثيتا بوزيشن، يعني مكانك، يعني هي بالظبط فكره الديسبيسمنت، هي ثيتا بالظبط. انجلر سبيد اوميجا، انجلر اكسلريشن الفا. فهتروح قايل اول حاجه خالص، انا عندي ثيتا اهي 5 بلس 10 تي بلس 2 تي سكويرد، اديها حته ديريفاتيف، ديريفاتيف الثيتا يجيب لك اوميجا، هتبقى اوميجا ايكوال 10 بلس 4 تي، اديها حته ديريفاتيف عشان تجيب الفا، يبقى الفا ايكوال 4. اوعى تنسى اليونتس راديان، تمام؟ وده راديان بير سكند، وده راديان بير سكند سكويرد. هو بيسالك انا عايزك تحسبهم لي بس عند يعني سيرتن تايم انستنس، عند لحظات محدده، عند تايم 0 وعند تايم 3. حط التايم ب 0 مره، حط التايم ب 3 مره، واحسب لي ثيتا واوميجا والفا. ثيتا هنا لو التايم ب 0 هتبقى بكام؟ صفر ده وصفر ده، هتبقى ثيتا ب 5. طب اوميجا هتبقى بكام لو التايم ب 0؟ تبقى ب 10. طب الفا هتبقى بكام لو التايم بيزيد؟ الفا كده كده 4 في الحالتين اصلا. يبقى احسب لي انت بقى، عوض التايم، حطه ب 3 مره، هات الاوميجا وهات الثيتا مره. حد عطلان في سؤال زي ده؟ طب يا دكتور معلش، عندي سؤال صغير قوي. قول لي.
هو احنا مش هنشيل الفايف اللي موجودة مع السيتا دي زي كنا نعمل في الديناميكس ولا هنسيبها زي ما هي؟ لا ما هنشيل الفايف ليه؟ واحنا كنا في الديناميكس مثلا لما كان بيدينا مثلا البوزيشن فيكتور مثلا اكس، فلما نيجي نجيب الاس كنا بنشيل الكونستانت الموجود، ولا ده غير ولا ده ما دخلش الاثنين في بعض؟ لا ده متجه الموضوع ده حاجه ثانيه. هو هي مش حاجه تانية ماشي، بس هو اصلا قال لك ان ده الانجلر بوزيشن، فراح سالك عن الانجلر بوزيشن يعني حته كده حمدها هلال في نفسه، فاهم؟ هو مديك اصلا انجلر بوزيشن وبيسالك عليه، هو بالظبط. فانت ليه تشيل حاجه وتنقص حاجه؟ يعني انا بسالك عن نفس الحاجه بالظبط، فهمتني؟ انت الكونستنت ده كان ممكن تشيله لو سالك عن حاجه اسمها انجلر ديسبيسمنت. انجلر ديسبيسمنت فتشيل منها الكونستنت فعلا، كنت تشيل الفايف. بس احنا يعني عاده ما بنركزش على الاسئله دي خالص يعني. ما اكيد طبعا مش هيجي سؤال ده كان في الهندسه الشمسيه يعني. بالظبط. طيب واحده كمان مش قوي يعني، احنا مش بنجيب اسئله من انا عندي سؤال. والله ما تقلقش خالص يعني، قول لي. انا تهت في ازاي جبنا ان الثيتا 5 والتيب 0 من الكركارت يا معلم. بنعمل تعويض مباشر، بنعمل دايركت سبستيتيوشن. قال لك شايف الثيتا والاوميجا والالفا دي، عوض لي مره التايم ب 0 وعوض لي مره التايم ب 3. فانا بعوض كل مره التايم ب 0 احسب ثيتا واوميجا والفا، بعوض احط التايم ب 3 احسب ثيتا واوميجا والفا، بس كده. تمام شكرا. عفوا اقروا كده السؤال ده، عايز حد لعيب قوي قوي يفكر كده يقول لي الاجابه يعني بكام، او يعني هنجيبها ازاي. حد كده يفكر يقول زيرو اللي هو ان اوبجكت موفز ده. هو زيرو، بس معلش انا عايز الناس تقرا كده السؤال تاني. ما دام في فريكوينسي يبقى الاكسلريشن بصفر. الاوميجا سمت على بص خلاص بالظبط. الله ينور عليك. اوبجكت بيتحرك في حركه دائريه بريديوس 7 بفريكوينسي كذا. انا عمال اديك الارقام دي كلها بشتتك، ها انت مش هتعمل حاجه بالارقام دي اصلا يا ابن الناس. هو مش فيه فريكوينسي؟ انا قلت بالظبط، قلت ما يجوزش اصلا، حرام شرعا ان انا اعرف حاجه اسمها فريكوينسي غير لما تكون الحركه يونيفورم او منتظمه او السرعه ثابته. فلو السرعه ثابته يبقى الاي تي بكام؟ بزيرو. زيرو. يبقى بنلعب برضو احيانا معاك لعبه زي كده، اقعد اديك جيفنز كتير اتوهك، والاجابه اصلا اسهل من كده بكتير. كلمه بيريودك تايم وبيريودك تايم ما يجوزش ان انت تعرفها غير لو الحركه منتظمه، يبقى ساعتها الاي تي كده كده بزيرو، مش هحسبه بقوانين اصلا خالص. طيب بس باشمهندس هو ما قالش ان هو يونيفورم. لا هو ما قالش يونيفورم، بس اداك فريكوانسي، فانت فاهم ان الفريكوانسي معناها يونيفورم موشن، نفس المعنى. انت عارف فريكوانسي معناها ايه بالعربي؟ هيبقى التردد. تردد. عارف يعني ايه تردد؟ تردد دي يعني واحد عند ملتزم، يعني لو البوزيشن ده اسمه واحد هو ملتزم، هو بيعمل مثلا خمس لفات في الثانيه، فملتزم ان هو في الثانيه يلف لفه ويرجع، يلف خمس لفات ويرجع مكان، يعني بيتردد على بوزيشن 1 بنفس المعدل بالظبط، فهمتني؟ فكلمه فريكوانسي يعني تردد بالعربي، يعني الاوبجكت ملتزم بحركه معينه. ملتزم دي يعني حركه ثابته، يعني سرعه ثابته، فهمتني؟ طب في الحاله الاكسلريشن هي السيركل السنترال اكسلريشن بالظبط، مفيش اكسلريشن غير اي سي، عشان كده لما سالتك عن الاي تي فتقول لي بزيرو على طول. لو كنت عايزك تحسب الاي سي كنت سالتك عليه. طيب وصلنا لسؤالين مهمين جدا. السؤالين دول اخر حاجه خلاص هناخدها النهارده. بصوا بقى السؤال ده يعني لو حد فيكم فتح سيروي، فهي مساله مشهوره جدا اسمها مساله الكونيكال بندلم. ماشي، بندلم ده انتوا عارفينه اللي هو البندول، ها كونيكال يعني بندول بس بيتحرك في حركه على شكل كون، يعني الكره بتقعد تتحرك بالشكل ده كده، شايف دايره اهي؟ فعلا بس دايره لو انت كملت الشكل بتاعها اكنها شكل كون او مخروط. اوكي ما علينا كل دي مسميات مش مهمه يعني. فانا بسالك بقول لك small object of mass m suspended from string of length l، جسم كتلته ام او الماس بتاعه ام، متعلق يعني suspended يعني متعلق عن طريق خيط طوله ال. ادي يا اخواننا الخيط اهو اللي طوله ال اهو،
ده الخيط في نهايته ماس او كتله ام. The object revolve يعني بيدور او بيلف بكونستنت سبيد في in a horizontal circle of radius r. Find an expression for v. هات لي مصطلح او معادله تحسب بيها الفي. بص بقى انا عايزك هنا تتعلم تفكير فيزيكس بشكل منظم جدا. ركز كده وافهم. انا هقسم تفكيري اوكي، ان هل في هوريزونتال موشن ولا لا، وهل في فيرتيكال موشن ولا لا، ولو لا مفيش فهو مفيش ليه. ركز لي كده. اول حاجه السيركل بتتحرك في دايره، الدايره دي هوريزونتال ولا فيرتيكال يا شباب؟ هوريزونتال. انا مش هشرح المساله دي مرتين، فالناس تركز معايا من اول مره عشان مش هشرحها مرتين. الحركه دي حركه هوريزونتال، حركه او دائره هوريزونتال. تفهم من كده ان البول ولا بتطلع لفوق ولا بتنزل لتحت، يبقى مفيش فيرتيكال موشن. ما دام مفيش فيرتيكال موشن بنقول ايه؟ ان هي فيرتيكالي بالانسد، متزنه في الاتجاه الراسي، ولا بتطلع لفوق ولا بتنزل لتحت. ما دام ما بتطلعش لفوق ولا بتنزل لتحت، ده معناه ايه؟ ان الفورس اللي بتاثر عليها لتحت قد بالظبط الفورس اللي بتاثر عليها فين؟ لفوق. فما دام اللي فوق قد اللي تحت، ولا بتطلع فوق ولا بتنزل تحت. طب انتوا شطار بقى في الكلام ده اساتذه، فيه مين هي الفورس اللي لفوق؟ شايف التنشن ده؟ التنشن اللي هو اللي في الحبل، هعمل له ريزولوشن او ديكومبوزيشن او تحليل، هطلع منه بمركبتين، مركبه هنا كده ناحيه اليمين ومركبه لفوق. طب لو الزاويه دي ثيتا، يبقى دي نفس الثيتا بالظبط. واحد يقول لي جت منين، اقول له حرف زد، حرف زد اهو نفس الثيتا بالظبط. اوكي، فيبقى انا هروح قايل التنشن ده الكومبوننت اللي جنب الثيتا، المركبه اللي جنب الثيتا بتبقى على طول مين؟ بتبقى كوزاين. والكومبوننت او المركبه اللي بعيده عن الثيتا بتبقى مين؟ دي كده بتبقى ساين. حد فيكم ضعيف في الديكومبوزيشن او في التحليل؟ لا تمام كويس. طيب معنى كده ايه؟ ان احنا قلنا ان الفورس اللي فوق قد الفورس اللي تحت بالظبط. اكتب ده عشان هنستفيد منها. هروح قايل يبقى ام جي قد تي كوزاين ثيتا. ده ايكويجن ما اعرفش ايه لازمته، بس ادينا جبناه وخلاص. خلصنا موضوع الفيرتيكال بالانسنج ده. تعال بقى نفكر كده هوريزونتالي. هي مش الدايره بتاعتنا بتتحرك بشكل هوريزونتال؟ طيب انت كراجل طالب لسه في اعدادي هندسه، ايه المفروض الاول فكره جت في دماغك؟ اول فكره تيجي في دماغك هي ايه؟ هي ممكن تكون ما جاتش في دماغ ناس كتير، بس انا بقول لك بعلمها لك لسه، يعني انت لسه بتتعلم اوكي، فما تدحش نفسك ولا حاجه. المساله دي مساله فورسز، يعني الرسمه معكش فيها غير فورسز. هل انت معاك يا معلم اس او في او ايه؟ معناش. هل معاك الديسبيسمنت اقصد او الفيلوسيتي او الاكسلريشن؟ مش معاك، بس معاك شويه فورسز، معاك شويه فورسز. وانا بسالك عن مين؟ بسالك عن في. ازاي تربط ما بين الفورس، او ازاي يبقى في المساله مديك شويه فورسز وبسالك عن الفي؟ الربط يا اخواننا اللي ما بين الفورسز وما بين اي بارامتر من الاس والفي والاي، الربط ما بينهم يكمن في نيوتن سكند. بالظبط. يبقى انت لما اديلك رسمه، فيبقى انا كده اديتك فورسز، بس سالتك عن الفي. تربط ازاي ما بين الفورسز وما بين الفي؟ عن طريق نيوتن سكند لو. فنقول ايه بقى؟ هوريزونتالي انا بتحرك في شكل سيركل. ما دام بتحرك في سيركل، يبقى دايما بشتغل باني قانون كمان؟ بقول ان السنتريبتال فورس اللي ناحيه السنتر هي ام اي سي. يبقى انسى كل الفورسز اللي في المساله، ركز لي بس على الفورس اللي ناحيه السنتر. مين الفورس اللي ناحيه السنتر؟ اللي لما بالظبط التي ساين ثيتا. فهروح قايل ان التي ساين ثيتا هي ام اي سي. طب هل انا مركز في المساله على الاي سي يهمني، ولا يهمني الفيلوستي؟ هروح انا فاكك الاي سي ده، فاكك الاي سي حاطط بداله في سكويرد على ار. واحد يقول لي طب انا كان ممكن احط بدل الاي سي، كان ممكن احط اوميجا سكويرد ار. ايوه كان ممكن، يعني بس انا مش عايز اوميجا، انا بسالك عن في، فمنطقي ان انت تحط مين؟ في سكويرد على ار. طيب ده كده نسميه قانون رقم 2. الخطوه اللي جايه خطوه سهله، ازاي احل ايكويشن رقم 1 مع ايكويشن رقم 2 واجيب منهم الفي؟ تقسمهم على بعض. حلو، تعالى نقسمهم على بعض. اجيب الام في طرف منفصل، او نعوض بقيمه التي يا دكتور. ليها مليون حل، تي ساين ثيتا اهي وتي كوزاين ثيتا اهي. فعلا هقسمهم على بعض هما الاثنين.
تروح التيم طيارة تي والساين على كوزاين دول يتشالوا يتحط بدلهم مين؟ تان ثيتا. الماس طار مع الماس يبقى لك في سكويرد على ار جي. ممكن بدل ما اكتب على ار جي ابعت الار جي من هنا اوديهم هناك. انا كده جبت في سكويرد، هو مش عايز في، هو عايز مين؟ عايز الفي. مش عايز الفي سكويرد، هو عايز الفي لوحدها. هاخد سكوير روت او جذر تربيعي، يبقى الفي سكوير روت ار جي او جي ار تان ثيتا. وانا كده شكرا خلصت المساله المفروض. طيب هيجي واحد يقول لي حاجه، لا بس انا عايز اشيل الار مثلا. لا خلاص ما تشيلش حاجه كده، حلوه قوي. مين زعلان؟ حد زعلان يا دكتور؟ واحنا كويس. ايه قسمناهم ليه عشان بس مش فاهم، مش رابط يعني. انا عايز العب بالايكويشنز مع نفسي كده واجيب منهم الفي، بس ده اللي انا عايز اعمله. طب دكتور معلش ليه ما جبهاش من ايكويشن نمبر 2؟ حلو حلو، استنى الراجل ده سالني سؤال محترم، ليه ما جبش الفي من ايكويشن نمبر 2 على طول؟ تعالى كده نشوف. هتقول ان في سكويرد ايكوال، تبعت الار هناك والام تي ساين ثيتا وتاخد تحتهم الام، صح؟ مظبوط. ما ينفعش تجيب لي اكسبريشن للفي غير بالحاجات اللي هو اداها لك. انا لما اقول لك الاوبجكت عنده ماس ام، اكنه رقم على فكره، ام رمز ده اكنه رقم، وطول الحبل ال، والسيركل عندها ريديوس ار، يبقى حضرتك تسلم لي النتيجه فانكشن اوف دول بس. تمام ماشي. فلما انت تقول لي الفي سكويرد ايكوال ار تي ساين ثيتا على ام، مين التي اصلا؟ انا ما اعرفش التي. انت يعني اكنك بتوصف حاجه الواحد هو ما يعرفهاش، هو ما يعرفش غير الام والار والال، مين التي ده ما يعرفوش. عشان كده ما ينفعش اقول كده. بس هي مش غلط يعني، هي في الاجابه هي لا طبعا غلط، تاخد فيها زيرو عموما. غلط تمام، غلط لسبب، دول تو انونز حضرتك. ماشي. التي اصلا ده انون، انت ما تعرفوش. ماشي يا دكتور. بعد اذنك يا دكتور، وانا فهمت كل الكلام ده، بس انا ما فهمتش احنا ليه خدنا السنتريبيتال فورس بس، يعني ليه ما قلناش يبقى في قوه بقى ناحيه الشمال مثلا، او يعني مش عارف ليه سنتريبيتال فورس بس. انت شايف في قوه ناحيه الشمال؟ لو كان في كنا خدناها. انت شايف ان في؟ لا. شايف ان في اي فورس في المساله احنا ما درسناش؟ لا بس كده. الفيرتيكال درسناهم وقلنا بيلغوا بعض، ما تبقاش غير الهوريزونتال. نتيجة ان الهوريزونتال دي ناحية السنتر، يبقى دي هينتج عنها حركة دائرية، يبقى دي تستاهل ان احنا نسويها بام اي سي. وصلت؟ طب دكتور احنا ليه ما حطناش positive or negative؟ ليه؟ ليه ما حطناش positive or negative؟ يعني ليه ما قلناش v equal positive or negative root g r tan theta؟ عشان هو ما سألنيش عن ال v كفيكتور كمتجه، ما حطلكش سهم فوقيها، يبقى هو بيسألك عن الفي كقيمة كماجنيتيود. تمام دكتور، بس احنا ليه سويناها بالتي ساين سيتا؟ معناه ده الدائرية وده مقوم مقصرة، فاهم يعني ايه؟ يعني هو برضو اللي هي التي ساين سيتا المفروض بتعمل في اتجاه عكس الدوران؟ لا خالص، ده هي دي اللي متسببة في الدوران. هو ما ازاي سنهم بعض؟ ازاي ايه؟ ازاي اللي هو سوينا بالتي ساين سيتا بال اي اول معادله خالص؟ مفيش حاجه اسمها سنتريبتال فورس. تاني برجع اقول لك، مفيش حاجه اسمها سنتريبتال فورس، مفيش. في حاجه اسمها قوه ناحيه السنتر، هي دي اللي خلقت الحركه الدائريه. فانت بتمسك القوه اللي ناحيه السنتر، بتمسك هي دي كده، هي دي اللي عملت حركه دائريه، هي دي اللي تسببت ان يكون في اكسلريشن. فهمتني؟ يبقى الاكسلريشن ده جاي من مين؟ جاي من التي ساين ثيتا، مش جاي من حاجه اسمها اف سنتريبتال. مفيش حاجه اسمها اف سنتريبتال، مفيش. فاهم؟ يعني انت لو عندك فورسز مثلا، واحده اسمها اف اكس واحده اسمها اف واي، حضرتك حسبت لهم حاجه اسمها اف ريزلتنت، صح ولا مش صح؟ في حاجه في الحياه اسمها اف ريزلتنت؟ مفيش. طب اف اكس دي ممكن تبقى عربيه وبتشدك ناحيه اليمين، اف واي ده طياره انت واصل بيها وبتشدك لفوق. فهمتني؟ هل في حاجه بتشدك هنا؟ مفيش حاجه بتشدك هنا، بس المحصله بتاعت الحركه دي والحركه دي اكن في حد بيشدك، اكن في حد بيشدك هنا. فهمت القصه؟ يعني كفورسز حقيقيه، عربيه بتشدك يمين وطياره بتشدك لفوق، هي دي الفورسز الحقيقيه اللي موجوده، بس كطريقه عرض مش اكتر. اكن ايه بقى؟ اكن في قوه خياليه بتشدك هنا. فهمتني؟ فده بنفس المنطق بالظبط.
انا اي حركه سيركلر بعمل ايه؟ بشاور على الفورس اللي ناحيه السنتر، زي ما قلتها لك من شويه، انت ماسك حبل بايديك وعمال بتلف كده ايه كوره بالشكل ده، وانت واقف هنا اهو، هي بتتحرك في سيركل. ليه بتتحرك في سيركل؟ انت اللي بتحركها في سيركل، مش انت اللي بتشد، فانت اللي خليت ان في فورس اسمها تنشن، وانت اللي عمال